بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معانا بحلقة جديدة من برنامج الديوانية. معاكم محمد الحميدة، يعقوب الحسيني، أهلا وسهلا، أندرسكور إتش، وبشميشو، وبعد غياب طويل عدول. بعد غياب طويل هم أنت بعد حلقة واحدة صار ما عندنا هوست. لا عندكم خوش هوست أكثر من واحد. نعم مبارك فيكم طبعا. الله يسلمك. اليوم عندنا برنامج الديوانية راح نتكلم فيه عن اخر الالعاب اللي لعبناها واخر الاخبار. قبل أن نبلش حابين نذكركم ان احنا مشاركين في موقع، في مجتمع اللاعبين في موقع ترو جيمنج. وان شاء الله اليوم راح نتكلم لكم وقناكم عن اخر اخبار، بس بدايه راح نتكلم عن اللاجرز. اكثر ناس كانوا اكتف في المجتمع مالنا او المنتدى. اي لاجرز نعطيكم اللاجرز بعدين نطيح سوالف. بعدها ان شاء الله راح نشوف الالعاب اللي لعبناها. انزين بعدين الاخبار. تبي الصج ولا ولد اخو؟ لا الصج. تبي الصج ولد اخو؟ انا مو مجهز شيء، فانا ببطل حل الكوميونتي وبشوف منو اللي مبين عليه يعني سولف ودردش على ما هو يطالع. لا 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 الحين راح اقرا اسامي طبعا. في عادي ترى سولف عادي. شوف في كم اسم، في كم اسم للامانه انا يعني ما بضمهم. عندك بوكرش زي، بوكرش زي وايد زايده مشاركاته هالفتره الاخيره، فحب اشكره يعني. في بعد واحد قوي منو؟ انزل بكرش زي طبعا. بايونت هذا قوي. بايونت احمد الحمدان. احمد الحمدان قوي. احمد الحمدان مبدر. قاعد يحط اسعار الالعاب الفتره الاخيره. ضاري هم بعد فعال قاعد يزيد مشاركاته. شعيب مال الله هم بعد شارك معانا هالاسبوع. جي اكس ار جيمر تنويع. جي اكس ار في شويه ترولينج بس تنويع. انزين علي المطوع كالعاده مشاركاته وايد مميزه. اكسل ستون مع موسيقاته اختياراته. يعني احب اشكركم كلكم على مجهودكم. راتشس بروجرس يحط موسيقاتهم بعد. محمد اي كي يعطيكم الف عافيه وما قصرتوا. هذا احس فتره شوي طاخين. الكل قاعد يلعب. نزلت العاب الكل قاعد يلعب. حزت العاب الحين صدق ما شاء الله. بعد انا اشوف بالعكس مشاركات. لا لا قاعد يشاركون ان شاء الله. احس شويه المشاركات هي موجوده. انا ما انكر يعني. بس الشباب مبين لاهين يعني. خلاص هذا اللاجرز. هذا اللاجرز المره الجايه ان شاء الله راح اكون ان شاء الله اكثر لسته نفس كل مره. بس يعطيكم العافيه ومشكورين على متابعتكم ومشاركاتكم يعني. شكرا على التزهيب يا يعقوب. الله يسلمك. فيرست كلاس. صح. اذا قبل ابلش بالالعاب اللي لعبناها ايش سويتوا الفتره اللي طافت؟ انا شنو ما سويتوا؟ جربت طبعا. الجو عجيب وناس اكيد ما حد فيكم طلع من بيته. لا وين اطلع من بيته؟ احنا عندنا كل جو زين حق لعب. كل شيء باي لحظه في الاعصار الرملي ولا في الاعصار الثلجي ما فرقت معاك. تقعد بالبيت تلعب حتى لو الجو حلو تقعد تلعب. والله شوف انا الامانه انا للحين ناطر اليوم اللي نروح فيه القهوه الشعبيه. حق شنو؟ ابي اروح هناك بحس شيء. شوف الفانتسي مال يعقوب. ابي اروح هناك بالليل. يا اخي مو ليش فانتسي شيء. لا لا روح زين. كمل روح القهوه الشعبيه. بقعد هناك بالهواء الطلق. انزين كبده وقلوب. اي سوالف هذه الطيبه. كبده وقلوب. كبده وقلوب. انزين وخبز رقاق مع زعتر. بس خبز رقاق مع زعتر او جبن كرافت. يبا لو خبز رقاق مع زعتر لو اكله مكبوش نمل. انا ما يهمني. لا لا المهم ان قاعد هناك. خبز رقاق مكبوش نمل. خبز رقاق شلون تمسكه؟ انت ما تدري ان هذا من الاكلات بالقهوه الشعبيه اللي عليها طق ناس تعنى عشانها. خبز رقاق يس. بدل فطاير بدون ماكو عين يقول كلثي. شكله يوم من الايام اكل كم وحده منها. شكله بيوم كذي خلص منهم عين. كان يقول وايد وايد والله خلص منهم عين يوم كذي من الايام. ما مداهم يحطون عين او يبون عين. فكان عندهم الظاهر زايد شو اسمه خبز رقاق حطه مع زعتر رزع. الشباب كل بس انا اسبوعين ثلاث رايحين شو اسمه المباركيه. روح وياه عشان باركيه مشلت. انا ابي اروح القهوه الشعبيه. هذا ابي بحر. ابي شيء اولد سكول بمعنى الكلمه كثيم يعني عشان. فانا بروح القهوه الشعبيه كثيم. كثيم. انزين فخل نروح هالويكند ولا شيء. حلو ويكند. الجو حلو يعني. ان شاء الله يكون الجو حلو ان شاء الله. نحقق فانتسي يعقوب. نحقق الفانتسي مالي. ليش فانتسي؟ انا يعني على ايام الوالد الله يرحمه كان يودينا. اي متى اخر مره رحت؟ بس من زمان يعني. هذا انا بروح مره ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. المهم ايش سويتوا؟ انا بالفتره الاخيره قاعد اطقطق باجهزه فيها اندرويد 5.0 لولي بوب. قاعد اجربه ستوك طبعا اندرويد. طبعا اللي ما يدري يعقوب عنده
شغف مو طبيعي بالاجهزه الجديده, اجهزه والتابلت سلام. فواي مو شغف, هو اكثر من شغف, بس انا راح اقول شغف. ايه هو اكثر من شغف. وهم ينون استطلع 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 فور ساينس. فور ساينس زين. شنو اللي اعطاك ساينس؟ قاعد طقطق بالابديت. كان سويت فلاش حق نكسس 5, كان قبل ما ينزل الابديت عن طريق جوجل سيرفرز. نزلت الطريق, سويتها على الطريقه عن طريق اللي انزل الفايل من سيرفرات مال جوجل على الكمبيوتر, وتنزل شغله اسمها اندرويد اس دي كي, سوفت وير ديفلوبمنت كيت, اللي نفسها تستخدمها عشان تطور في برامج حق الاندرويد. بس بس باستخدامي انا راح يكون على اساس انه انزل الابديت يدوي على الجهاز. يعني ما تقص على جهاز تقول ان هذا نكسس 6؟ لا لا لا. هو الفيرجن اللي انت طبعا لما تدخل سيرفرات او تدخل موقع جوجل تشوف تدور على الروم نفس الاصلي مال لايبوب, راح يقول لك اختار الجهاز اللي انت تبي تنزل الروم حقه. يعني مثلا حق النكسس 7 في اكو حق القديم وفي اكو حق الجديد, في اكو مثلا حق النكسس 5 في اكو نوعين, في اكو حق سي دي ام اي, في اكو حق جي اس ام فونز, عرفت شلون؟ فكل واحد فيهم له بوت لودر خاص فيه او له روم عفوا خاص فيه. طبعا يعلمك قاعد بطلت في النت كذي ويوتيوب خطوه ورا خطوه شلون مثلا خليك عن التكنيكال شوت شغله. لا يعني اول مره اخوها التجربه يعني. لول بوب شلونه؟ والله كاو اس قفزه كبيره كبيره كبيره, حيل 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 باندرويد. حمد اي لاف ات, يعني الامانه اندرويد كان ناقصها. اي لاف ات اندرويد كان ناقصه شيء. اندرويد كان ناقصه شيء من زمان اللي هو الديزاين. اشياء مو شيء, هو ناقص اشياء. بس من الاشياء اللي كانت تضايقني انا كاي او اس يوزر, يعني خلينا نقول اغلبيه الايام اللي استخدم فيها تلفون سمارت فون كانت اي او اس. زين الفرق بين الاندرويد والاي او اس بالنسبه لي كان بالاساس كان شنو؟ الديزاين, يعني شلون الاو اس شكله, الانيميشنز, هالشغلات هذه. انا بالنسبه لي اي كاندي, انا بالنسبه لي شغلات تحلي اليوزر اليوزج, عرفت شلون؟ فبوب حطوا هالسوالف هذه. الماتيريال ديزاين وايد حلو, روعه روعه. يعني دائما تحس انه في شيء قاعد يطلع من اتجاه معين. لما تطق مثلا مالت المنيو, الكره هذه مالت المنيو نفسها اللي تبطل لك الاول ابس, تشوفها تبطل وتشكل على شكل مثل يعني ركتانجل, وتشوف داخلها الابس. لما تطقها مره ثانيه ترد تتشكل الى دائره. يعني شكلها وايد وايد حلو كديزاين. ما حسيت انك سليف وبعدين تحررت؟ لا من قبل. الناس يقولون دائما ابل سليفز, ناس عدول يكره ابل. ناس عدول في شيء هو شيء يحب عدول يكره عدول. لا عدول يحب اندرويد, عدول يحب الانديز, حب الانديز بس حب زورو. الانديز حب زورو. زورو من كل الاشياء اللي بالدنيا يحب عدول, يحب زورو ما يخالف. يلا اسوأ شخصية بالدنيا زورو. انزين ترى في كره خلقا شي خلقا. اول ما عرف زورو انا كنت اكرهه. انتهيت من غير ولي. لا والله من غير ولا شيء. الشخصية الوحيدة اللي ما بلعته. أحب بروجكت أم. أحب الكوميونيتي. أحب الكوميونيتي ها. عدل. شنو؟ أوكي. صدق شنو؟ قول قول له. عدل يقدر يعد الشغلات اللي يحبها. لأنهم شوية. زين. فأنا أقول لك من ناحية ديزاين وايد حلو. طبعًا الستوك ستوك أندرويد الحلو فيه الحين إنه حتى مثلًا بالبول داون نوتيفيكيشنز غيروا شكله. صار في ليرين, صار في مثلا الاوبشنز الاضافيه حق الكويك سيتنجز زادوهم. هذا بستوك اندرويد. انا اللي ودي اشوفه بنفس الوقت خايف منه انه شلون شركات ثانيه او اي امز ثانيه مثل سامسونج او سوني او اتش تي سي لما ياخذون لولي بوب الستوك هذا اللي وايد حلو, انزين شنو راح يصير فيه لما يحطون سكنهم فوقه؟ شو اعرف في شركات خلينا نقول يسوون شغلات اقل من ثانيه, يعني ما يحطون وايد سكنز فوق ستوك اندرويد. مثلا سوني اقل واحد, اقل يمكن اقل الشركات يحطون كاستمايزد سكن فوق اندرويد, بس اقلهم, عرفت شلون؟ يعني ما يحطون وايد وايد تغيير. سامسونج مثلا او ال جي على سبيل المثال وايد يغيرون بشكل اندرويد. فانا بالنسبه لي اذا سامسونج مثلا بيحطون تاتشوز فوق لولي بوب, واللولي بوب اساسا شكله حلو, تاتشوز ما تغير. اذا لحظه انت ايش كثر صار لك تستخدمه؟ صار لي يا طويل العمر الحين يمكن 4 أيام أو 5 أيام. أربعة أيام. كلمني بعد شهر. 4 أيام 5 أيام طبعا. أنا قاعد أعطيك انطباعي توني يعني. شلون؟ بس كشكل كديزاين. دائما أول كم يوم ممكن روعة كل شيء. في شغلة إيه هذا اللي يسمونه الهونيمون فيز. هذا أول 4 أيام كل شيء يكون قوي. في شغلة حلوة
كنت حتى لما تشوف المسج الله شكل المسج حلو حتى لو دعاية يعني أو زين يقولون لك تعال ادفع الفواتير يعني لا شكله حلو. حلو شوف في شيء كنت افتقده من اي او اس معنى هي فيتشر حدها عادية بس أنا بالنسبة لي كاستخدام سهولة استخدامها بالاي او اس كانت وايد سهلة الحين أخيرا حطوها بالاندرويد يعني بلت ان من غير ما أحط آب ورقع وما أدري شنو اللي هي مثل ما يعادل دو نوت ديسترب مود اللي بالاي او اس 8 او بالاي او اس بشكل عام اي او اس في اكو دو نوت ديسترب مود انت بس تقولها تقول تنساها تخلي يطفي كل النوتيفيكيشنز حتى الشاشه انها تشب انزين وانت وتحط لها اكسبشنز انه شنو خلي كولز مثلا بس اللي كولز من ناس معينين او كولز من اني ون انه يعني تدق عليك مرتين معناته ضروري يعني هالسوالف هذه انا كنت افتقدها من اي او اس لما احول على اندرويد ايام كيت كات وقبل لان لازم انزل اب والاب هذا عاد كل اب غير عن الثاني ادفع له فلوس سوالف ترقيب عرفت شلون الحين صار بلت ان وايد سهل وكل شيء واضح يعني انا للحين يعني مستانس على اللوليبوب والحلو فيه انه سموث صدق وايد سموث انيميشنز سريعه اشياء ما كنت اقدر اقولها عن اندرويد قبل شخصيا من تجربتي الشخصيه ومره ثانيه من منظور اي او اس يوزر فيعني حاليا مستانس قاعد اجرب على نكسس 5 وعندي هو الانفيديا شيلد تابلت ما مداني اطقطق فيه الجهاز عدل ان شاء الله على حلقه الديوانيه جايه يكون جربت المزايا الستريمينج لان التابلت هذا تقدر تسوي له ستريم العابك من ستيم من كمبيوترك على التابلت يعني اكون مثلا قاعد بالصاله ويا الوالده وستريم اي شيء بسيط من كمبيوتري مثلا التابلت ودي اجرب هالشغله هذه عرفت شلون فان شاء الله انطباعات في المستقبل انا إن شاء الله. ما بي اقلبها تكنيكال وايد بودكاست تلفونات بس ان شاء الله اعطيكم طباعاتي يعني انا بس لولي بوب وايد حلو يعني اللي ناطر الابديت راح يكون سعيد جدا لما يوصل تمام ليش وش لعبت او وش سويت لحظه ايه شو لحظه تبلش بالجيمز لا 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 لا, لا بس ثاني بقول يعني خل ايش سوى فيشو ليش اللي قام شعبيه بي بي اوكي شنو اوكي اروح القوشه مو مشكله ما تسعى كل شيء ما تسعى سويت فيشو في الاخيره رحت حق فيلم بيج هيرو 6 هذا اللي ودي اروح اشوفه حلو وايد حلو جاب لي شعور احس منتقده بالافلام ال 3 دي خلينا نقول هذا ما شفته بعد انا لا خش فيلم انا شفت هذا التريلر المره اللي ما شنو ابيض كبير ايوه ارمر وكل شويه يطيح اللي هاي سانسان عليه صح والله حتى انا استرست في السفر محشوم مو قصده انت لا يعني هي مو مقتصر على هاي وايد فيها يعني الحركات الاخراج الشخصيات كل الشغلات هذه انترستنج الشخصيه الرئيسيه يعني تشد الانتباه الشرير يشد الانتباه زين في العلاقه بمارفل ولا لا ما له شغل ما له شغل اسالك سؤال سووا شيء جديد اي بي جديد ديزني الحين عقب فروزن قاعد يسوون اي بي جديد زين هذا اي بي جديد لا حلو اسالك سؤال طبعا مو ما له شغل بالفيلم بس يعني قاعد اقول لك نفس الاحساس انا في من افلام اللي بيكسار اللي عجبت طبعا بيكسار وديزني غير بس من الافلام اللي عجبتني اللي هي انكريدبلز مثل انكريدبلز حلو اعطاك نفس الشعور عاد انكريدبلز احلى فيلم سوى بكسار انكريدبلز وايد حلو افلام من الافلام الحلوه هذا شعوره شويه غير توهم قالين بنسوي انكريدبلز 2 عاده ما يكون نفس الاول لا مو شرط ما اقدر عاد عاده مو شرط مو شرط فخش فيلمين لا هذا خش فيلم وايد يعني في الضحك في الاكشن ويعطيك شعور السوبر هيروز بس طريقه جديده خلينا نقول يعني تحس في شعور رسم تحركه بس مسوينه 3 دي شايف الحركات الاكشن يسوونه برسم تحركه هني سووه ب 3 دي العاده لما بال 3 دي دائما يحطون لك اخراج غير يعطون لك اخراج افلام هني لا يعطون لك اخراج رسم تحركه وقت الهواش نقول يعني عرفت شلون ف طبعا انك مخرج انت فانت تفكر بهالسوالف احنا ما نفكر لا يعني لاحظت الاخراج يعني باسلوب جديد وايد يعني مو بس وقت اللحظات العاديه خلينا نقول يعني السوالف هذه لا تحسها فيلم عادي بس وايد في شعور رسم تحركه جميله افلام وايد حلوه هذه الفتره حتى انترستيلر كنت بدي اروح له بس ما رحت لهم حلو أه.
هو يعني هذا صدق قد الهايب اللي الناس مسوينه معطينا اياه لان قاعد اسمع عنه شغلات يعني خيال علمي يعني هل اخراج ما اخراج السوالف هذه صدق هاي كواليتي يعني. احلى شيء بيقولون المخرج ها مو بسوي شيء مره ثانيه خلاص ايه خلاص ما نبي لا يعني تعرف اللي ترى التريلر كلش ما يعطيك انطباع ما شفت التريلر التريلر شفته شاطر طالع كذي قلت هذا الحين اروح اخاف انام بالفيلم التريلر كلش ما يعطيك انطباع شنو الفيلم يعني شو راح يكون المحتوى فيلم وايد طويل 3 ساعات الا تقريبا الله انزين ف شكرا لورد اوف ذا رينجز او طبعا الفيلم هندية قبل بس بعدين صح زين فلما لا لما رات الفيلم قعدت طالع اوكي فهمت الموضوع اوكي لا وايد شدني القصه محبوكه ومدخلين شغلات علميه خيال علمي يعني نظريات علميه خلينا نقول ومبنيه على اساس الفيلم كله يبيله ففكرته وايد حلوه وطبعا الاخراج قوي نايس يعني عدول ايش لعبت وايش سويت ما سويت شيء كله شغل لحقت لحق حمام لحين لحق حمام سافت مع حمام جلدان طائرة والله العظيم جلدان طائرة ليش تكرههم ها مساكين علامة السلام رمز السلام الحمامة وصاخة ايش يسمونه يزبلون كثير شايب يزبلون كل مكان كثير شايب ماكو زين ما يذبح الطاوة بشوزن تلفوا لا القطاوة نضاف تلفوا البيت تلفوا طبعا يتلفون البيت يتلفون الصبغ يتلفون الهدوم يتلفون ترى يعقوب بيته هني حاطين صيامة شو محاصيل وهم يقدون هاي بيقدون يقول عنهم بس نطلع راح أوريك جرذان أنت تعال الصبح جرد شيطار زين تعال الصبح أنت تقول لي مريت يعقوب شي على فترة العصر لا تشوف البيت ابيض بيت يعقوب ابيض هو المفروض ان بيته مدعم المفروض بيت ابيض باخضر الله يعافي الحمام مستانسين ما... يا وصخ خلينا دورة مياه من غير مياه فيش هو مياه برمية ما كان من غير مياه يعني سالفة خاربة بس لا لاهين هالشهر هذا كله خرابيط وشغل لويا فما ماكو وقت بين من هذا يعني اللي قاعد العب يمكن بس قاعد العب على شو اسمه نهايه الاسبوع ماكو وقت كلش كل حزينه مثلا إيه لان كل ما يبي يلعب يله جرد طائر بالضبط دقه حزينه عشان عدوه لا مو دقه حزينه حط لي اي شيء على اساس اي شيء يرمز الى الحمام جرذان الطائره حط صوت حمام قاعد تحلطم على الجرذان الطائره صوت حمام تشوف المرعب حق عدول مشروع انا قلت لك انا اشتري صوت تقعد فوق على السطح يبي يعرف شو السالفه يشوف التسخين يعني راح يعرف سالفه الصوت وعدول شنو ناوي يسوي بالحمام الله يستر المهم حسين شلونك شو اخبارك هلا والله مزوي تمام نشغلك شيء عن المباراة إيه يلا خلصوني بسرعة يلا ها قهوة شعبية إن شاء الله ويكند صج إيه صج أنت ويعقوب وبيشو صج ليش ما ودك تيانا مثلا أنا أقولك شخ منطرني أنت هذا مشغوب الحمام روح دور حمام روح دور حمام روح طيرهم إيه شيء خير إن شاء الله شنو سويت ما سويت فترة أخيرة؟ مو شر لازم أسوي شيء؟ إيه ما أقولك يعني ما سويت شيء خلاص أوكي قطع وراء ما لعب سلة مثلاً؟ لا ما لعب سلة لا إن شاء الله إن شاء الله قريباً بالطريق بس بالطريق تابع خليجي طبعاً إيه شلون المباريات شلون الأوضاع أنا صراحة ما تابعت يعني والله أحلى خليجي من فترة صراحة صدق إيه والله خلال أربع سنين طافت أكثر يعني من كل أربع سنين كل أربع سنين كل سنتين يعني سنتين إيه ولا 22 كل 24 انت مركز عشرة اصلا كم واصلين ما ادري كم واصلين يعني 8 كم انا عارف الكويت ما خذت اكثر شيء كاس العالم كل 24 طلب اي كل شيء 4 سنين والاولمبيات 4 سنين وكنتاكي تحفلون فيه كل 4 سنين لا والله كنتاكي يجي الوبيل الذهبي والوبيل المهم بس نرد على الخليجي وايد اداء المنتخبات عاجبني طبعا منتخب الكويت خلنا على جنب شيك يوم زين لحظه يوم فزنا منتخب الكويت ايش سالفته
هل العطو وين؟ انا الخص لك الموضوع. عدول راح يجاوبك مع انه ما يتابع الكره. زين اكيد اكيد هذا ويكيبيديا الكون هذا. ويكيبيديا الكون. انا كنت بقول الكوكب كان اقول لا السكيل وايد صغير. اقوى تايتل ايفر. ويكيبيديا الكون وكارها الحمام. تفضل. مطيرتي. لا انت مطيرتي. انت مطيرتي بالضبط. شو اسمه؟ الحين انت تقول الكارته وين بال وين الخلل بس آه وين الخلل طبعا من ناحيه واحد ما يروح الرياضه بس حلو راح نقلب سياسه شوي روح اطلع برا انزين شوف لك اي شيء بالكويت اي شيء شوف الشارع شوف مثلا الوزاره اي شيء شوف زين؟ بالضبط وين الخلل هو نفسه بكل مكان يعني وزاره الاشغال اي شيء يطبق على كل لا لا يطبق على اي شيء زين لا سكر بودكاست اوكي لا يسكر بودكاست انا عممت انا ما قلت عمم ما قصر يعني حطوا كل الصوره ما قصر يعني هي اثار مترتبه على وايد اشياء قبل هذا السبب لا تدري ايش حسين بط شبدي انا بالموضوع يوم فازوا على العراق الهايب مليون الكل بتشقق انه يس وي ديد ات هذا تعاطف يعني انت خل عاطفه بروح وخلك هم يوم صارت صجيه احس الكل سحب على المنتخب ها معود انا قاعد اشوف بتويتر يعني وقت المباراه الريج مو شيء عجيب قلت خلاص يعني شوف اللي صار بالضبط هم عمان قبل اول جول بعدين جابوا جول الثاني كان بعدين صار نفس السوبر روبوت عرفت بز 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 السوبر روبوت هذه لما يجون لك الاعداء هذا قلت الحين خلاص المورال طاح ولا حد يقدر يقط حركات خلاص الحين يوقفون كذي يطلعون هذا اللي صار قاعد طالع من تويتر شو هذا ايش قاعد يصير الشباب العبانيين نزلهم فولو خمسه كان ادائهم وايد حلو الحساب كانوا شوي مضيعين مباراه نص النهائي اليوم قبل شوي شوي هم حطوا الجول الاول كان خسرون ثلاثه هذا شنو تو اليوم عمان العبوا عمان وقطر قطر تقدر تقول يعني مستواهم قاعد يصعد يعني اول شيء كان عادي الحين لا صار افضل هم يكلم حطوا جول تحس انك ها لحظه تركيزنا احنا فزنا وكنا فايزين احس كذا حاشهم كونفيوز شلون جبنا جول يعني قاعد نلعب زين فهذه الرهبه واذا ما عندك لاعبين خبره تاثر يعني يعني ترى هم اذا فايز هم هذا يمكن يحوشك داء الغرور يعني ف اهم شيء داء الغرور ايه. لا هو مو داء الغرور يوديك الداهيه الجو هم لعب دور الامطار وايد قويه بالرياض ايه صح اي ايه. قاعد طالع عصفور اليوم فيضان اليوم الله يعينكم السنه قالوا ترى مطره وايد اقوى من سنين طافت يعني بوايد حتى راح يحوشنا هني بالكويت احنا واحد مسافر بس اقول لك قبل المباراه كان شيء مهول يعني ايش قلنا الارضيه يمكن زينه بس واحد مسوي له فولو بتويتر يقول لي احس الغيم طول السنه ماسك يقول اليوم هد كل شيء اي اجنت ويسكرز يمكن هذا بعد سببهم لعب الحسبه بس لعبوا يستاهلون الفوز قطر وخوش خليجي من فتره يعني هذا رايي موفقين يا ما من الباقي لا سعودية الحين بشوية سعودية ولا إماراتي موفقين حق الأفرقة اللي لحين موجودين هارد لك للكويت هارد لك اللي اطلعوا منتخبنا الوطني إن شاء الله اللي بعده اللي بعده منتج محلي محلي جدا محلي ممتاز حلو غيرك عني أنا رحت دبي الفترة الأخيرة قزيت وين رحت اماكن جديده شيء اكتشفت مطعم جديد اكتشفت كافيه رحت مطاعم جديده رحت البحر اي اكيد لازم هذا لازم زينك لحقت زينك لحقت يعني صرت سمكه شلون الجو هناك يعني كان زين كان متقلب عرفت اللي جو الصيف بيروح بيصير حزه البراد الخفيف هذا بس يعني يعني تمشى بذوك هناك بالليل شغل عدل اي بس عاشنا يوم من يعني حزه الصبح حر الشمس طلعت صار حر لا كنت حتى يعني بحر ما معي فوطه ولا شيء عرفت اراي بس كنت لابس شورت طالع الجو زين عشان اصفط عند البحر عشان انزل هي قاعد يسوق كذي انا رايح البقاله لا 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 ماكو اي بريبريشن جو عجيب اصفط سياره طب قط جوتي بالسياره قط هدومك شورت ينفع حق السباحه ينفع والله خوفك يشف لا مو مال لا لا يبين يبين انه هو حاسب حسابها نعم نعم انه يصير في سبونتينيوس السباحه شيء زين زين انت قلت لي ماكو فوطه ماكو فوطه لا خلصت رحت صوب شو اسمه
راح تصوب الرمل طلابط اي تقريبا انسدحت في الرمل مدة لما اي راح الشوت قال لي خلاص امشي. رحت مطاعم جديدة بس يعني مطاعم هوايد ما شاء الله كل ما اروح هناك احس في شيء جديد سبام حلو. ولا الحين جون ذا كروسر قوي. شنو جون ذا كروسر؟ بول جون اي هذا استرالي عجيب. منو هذا؟ في استرالي ثاني الحين اسمه توم اند سيرج. من هذا؟ ايش من هذا؟ مطاعم بدبي. جون ذا كروسر اسمه مطعم اسمه جونز جونز. هذا رحنا مره عشاء عنده واليوم اللي بعده من كثر ما عجبنا العشاء راح نتغدى. كروسر مو مال الخضره؟ ايوه هو محل يبيع اشياء مختلفه وهم عنده مطعم راعي جمعيه بس عنده خوش مطعم عنده خوش قهوه عنده خوش ريوق همبرجر ممتاز. بعد وين رحت؟ هالمره عاد خربت رحت ايراني رحت سوشي رحت سوالف هذه ماكو شيء يذكر قوي. رحت في شيء مكان اسمه سمو سوشي ما عجبني ما عجبني would not go again. لا بس احلى شيء كان البحر مت على البحر احس كان فيني فقر هالسنه ما رحت بحر بالكويت كلش يوم يعني رحت هناك على طول طب اربع ساعات طلع سمكه خلاص جوعان اروح اكل ثاني يوم طب وبس كانت خوش روحي استانسنا والله دبي مول كان زين الحين تروح ما شاء الله تلقى اشياء جديده لقيت محل بسكوت نسيت اجيب البسكوت حقكم نسيت ولا راح نسيت الحين وقف الحلقه روح بيتكم اسبوع الجاي اسبوع طاف قلت اجيبها الاسبوع الاسبوع هذا صار له اسبوع انت من صدقك اكو بسكوت لا في في بسكوت البنات ما شاء الله في بسكوت راح يدمرونه. لقيت خوش محل بسكوت محل انجليزي دبي مول صاير عند بين الادرس بين دبي مول حلو شغل فاخر جدا من النوع الملكي ملكي بسكوت ملكي ملكي جدا ممتاز كسي والله حاكل بسكوت ملكي اليوم كنا اليوم اهم شيء اليوم كنا معليش يا حمد رحنا مطعم تايلندي مطعم فندق ذا بالاس ما عجبني ما انصح فيه صراحه كان وايد غالي وما عجبني يم دبي مول هم ما جربت التوم يوم جونغ سوب بلا مو زين مو ذاك الزود مرات يكون مضبوط مرات يكون اوفر اوفر جوزنت ايه فهذا كان اوفر فهذا كان اوفر فما عجبني. بعد شنو سوينا؟ اماكن صب الجميره وايد قام تطلع اماكن جديده هناك وين ما تمشي يعني الحين خل عنك دبي مول المناطق اللي كان الناس تعرفها الحين صب الجميره صب البحر كل ما جمعت جديده كل محلات جديده وكل مكان مفتوح امشي بسيارتك اوقف في مكان جي بي ار ولا شو؟ لا جي بي ار بعيد جميره 1 جميره 2 البيتش صوب هناك حاطين الحين كلها محلات ما شاء الله مفتوحه صاير كأنك قاعد تمشي بفرلي هيلز اصلا صارت كاي مكان تمشي روعه وناسه فن فن فن. المهم خلينا نحول على الالعاب شنو لعبتوا بالفتره اللي طافت؟ تبون خلينا نبلش انا يلا بلش انت. ما اعتقد انا الوحيد لعبت العاب جديده صح؟ وانت بتدش في موضوع كول اوف ديوتي؟ انا عندي هيرو عندي كول اوف ديوتي من العاب جديده ودراجون ايج بس ما لعبت وايد ف يمكن ما اتكلم عنه بلش على كول اوف ديوتي. كول اوف ديوتي انزين كول اوف ديوتي ادفانسد وورفير لعبه فيرست بيرسون شوتر لعبتها على البلاي ستيشن 4 نازله هي على الاكس بوكس 1 بلاي ستيشن 4 والبي سي كنا بعد على الاجهزه القديمه صح اكيد اي عموما انا لعبت نسخه البلاي ستيشن 4 اللعبه من مطور الجديد اللي هو سلاج هامر جيمز اللي هو الحين صار الاستوديو الثالث اللي يطور حق العاب كول اوف ديوتي معناته الحين كول اوف ديوتي كل استوديو له 3 سنين يضبط له لعبه جديده مجازا يعني مو اكيد يعني لا لا هذا الرابع انطر شلون اقول انطر يدخلون استوديو الرابع الحين شوف هو الشيء الايجابي انه صار في استوديو ثالث انه صار الحين الشغل بدال سنتين 3 سنين فياخذون راحتهم اكثر ممتاز بالبرودكشن فهذا شيء وايد زين. اللعبه شلونها؟ اللعبه شوف انا بالاساس ما كنت ابي اخذها بس من كثر ما قاعد اسمع طبعا حكي وايد حلو من الناس اللي اعرفهم ومن الانترنت وكذي عن اللعبه شجعت وخذيتها. طبعا هم بعد بيشو سولفت وياه عن اللعبه وقال لي لا الكامبين وايد حلو وهذا يعني اول مره العب كامبين كول اوف ديوتي واخلصه. يعني انا كنت اخذ يمكن اخر كول اوف ديوتي خذيته كان مودرن وورفير 2 حتى
لعبت الاونلاين طبعا قطعت الكامبين ولي حطيت الديسك على طول ديش اونلاين زين لعبتها لين قامت تطلع في اغلاط وايد وسافت القنبله هذه تخليك تركض تصير نينجا وسكينه سكينه هالسوالف هذه المهم يعني من عقبها خلاص وقفت ما ادفانس فورتي وهو كان في شاتجن خارقه اكيمبو وشاتجن ما شنو اكيمبو شنو مودرن وورفير 1 لا تو اكيمبو اكيمبو شاتجن اي يمكن تو دول ويل صح اي اي شنو تو فيعني صار لي دهر ملاعب كول اوف ديوتي هذا اول جزء لي من بعد ما رديت اللعبه صار مستقبليه سنه 2060 شيء كذي مو وايد وايد بعيده بس خلينا نقول تكنولوجيا تطورت المستقبل المرعب هذا اللي ممكن تشوفه بس مو مستقبل بعيد وايد نفس هيلو لا المستقبل خلينا نقول القريب عرفت شلون ف الاسلحه الاسلحه للحين ها ممكن تطالعها تقول اي يمكن في شيء نفس هذا ممكن تلقاه اندر ريسيرش الحين عرفت شلون مو طبعا مو كل شيء اكيد في تغييرات وايد حلوه بهالجزء اللي خلتني هم بعد اشجع العبه نفس مثلا صار الحين في دبل جامب اللعبه في اكو سوت انت تلبسه في مثل مو سوت هو مثل اكسو سكيلتون تلبسه يعطيك يربط من ظهرك شيء اي يربط من ظهرك انزين ويقوي الابيليتيز مالتك فالحين مثل ما قلت لك يصير عندك دبل جامب مثلا يصير عندك هوك شوت يعني ايدك قوية تقدر تشلع باب سياره شيء يعني تصير اقوى حتى كبنيه تقدر تسوي اشياء اقوى عرفت شلون الفكره هذه شايفينها بسبربت من قبل بالضبط احنا شفناها وايد اشياء من قبل بس هني تطبيقها وايد حلو لانه ما غير الجيم بلاي يعني خلينا نقول لما تلعب لعبه مستقبليه وتقارنها مثلا بكول اوف ديوتي خلينا نقول مثلا هيلو كول اوف ديوتي فور سيك اوف ارجمنت يعني انزين في فرق بالشعور اما هذه للحينها كسرعه كموفمنت كول اوف ديوتي بس فيها اضافات الحين تقدر تسوي داشات داش يمين داش يسار يعني داش مع اتجاه ترعص الركضه راح يعطيك بوست باتجاه معين كل الناس داشات في لعبت اونلاين سؤال قوي اللي يتعود يتعود في ناس للحين قاعد يلعبونها شنها كول اوف ديوتي القديمه حفظ مو قادرين بس الفرق بس فرق اللي يمكن متذكرينه اللي هي الدبل جمب بس انا والله انا راح امر صعبه بعد شوي انا بتحكي عن الكامبين الكامبين يمكن تخلص بخمس او ست ساعات مو طويل بس محتوى وايد حلو انا اتوقع أكشن. انا اتوقع كل يعني حال كامبينز الكول اوف ديوتي القدم بس اللي هني الحلو هني انا انت ترى لعبت اكثر مني كامبين انا واحد ما لعبت ما خلصت ولا كامبين غير هذا ايش بيش بالنسبه لك هذا احلى يعني غير مو احلى الحلو بهالكامبين ان يعطونك ابيليتيز بكل مرحله ابيليتيز بكل مرحله إيه. بكل مرحله في ابيليتيز ياخذونها منك ويعطونك غيرها لان يعني الاكسوسوت اللي انت لابسه يعني في مثلا مراحل تقدر تسوي فيها دبل جمب يعني في مراحل كل مرحله دنجن زلده لا مو لهالدرجه يعني كل مرحله خلينا نقول ياخذون منك حركه ويعطونك حركه ثانيه راح تستفيد منها حق هالمرحله هذه لانها مصممه حق هالابيليتي يعني دنجن زلده يعني ايتم وايد تنزل مستوى مخ حمد تقول دنجن زلده نفس كل العاب السباق ايباد لا صرت ما يقدر يشيل الا 3 ابيليتيز ما تقدر زياده هذا هو اوكي بس اعطوك ابيليتي تخلص المرحله اوكي الحلو باللعبه انه شنو وانت قاعد توصل طبعا كل ما تخلص اوبجكتيفز وتخلص في اكو مثلا شغلات تسوي تراك مثلا حق الهيد شوت والسوالف هذه والاكس بي كل ما تخلص مرحله يعطونك اتريبيوت بوينت الاتريبيوت بوينت هذه تطور فيها البطل فانت تقدر مثلا تقوي التحمل ماله فياخذ طلقاتك يعني يبلع طلقات اكثر تقدر مثلا تزيد جرينيد زايد مثلا سلوت زايد حق جرينيد تقدر تعدل الايم ماله يعني في نوع من الار بي جي شويه بس لا تتوقع هالشيء ديب يعني انا صار اغلبيه العب الاف اس الحين يعني الى حد ما الباورز بس بكول اوف ديوتي انا ما ادري متى سووها من قبل ما سووها ما ادري بيجو عادة يكون في شخصية رئيسية صح؟ هذا إيه في شخصية رئيسية. إيه شخصية رئيسية ترى تلعب شخصية واحدة. اسمه ميتشل اللي قاعد يمثل دوره شو اسمه؟ مشهور هذا الحين بفترة أخي تروي بيكر. أوكي. هو نفسه جول مال لاست أوف أس هو نفسه. بايو شوك. مال بايو شوك وايد ماخذ أدوار مشهورة يعني بالفترة الأخيرة. وحاطين بال يعني من أهم الأشياء أو أهم الممثلين اللي جايبينه حق اللعبة هذه كيفن سبيسي. اللي هو دقاء شاف هاوس اوف كاردز بالفتره الاخيره ممثل وايد مشهور وقديم يعني دوره بهاللعبه شو اسمه فيلم هذاك اكس ما شنو
اوكي المال يعني مال مستشفى بنيامين. ايه عرفته نسيت اسمه. آه. بس هم عنده الفيلم القديم اللي طلع وايد افلام وايد افلام يوجوال سسبكت. ايه ذا يوجوال سسبكت هو ممثل متمكن جدا يعني حد. انزين جايبينه حق اللعبه جايبينه صح مو صح فيس كابتشر فيس كابتشر مضبوط يعني وايت كليك بوت ان جيم لا مو سنت تو جيم انا ما شفت اقوى من فيس كابتشر الانوار هذا مو مستوى الانوار الواقعي اللي بالملي نفس استوديو بوندي بس بس يعني مضبوط شكله تمثيله زين احس الشعور غريب لا هو شوف هو تمثيله وايد زين بس احس هم ما طلعوا التعابير إيه كان يقدر يعني كان يقدر زياده اللي إيه؟ مشتغلين على خلينا نقول الكاتسينز اللي هو يطلع فيها ويتحكى وكذي يعني يتفاعل بالكلام هذا المشتغلين المشتغلين المطورين هذا يعني قاعد يطور قاعد يشوف الفيديو كاست احس مو يعني كان احس يعني اذا شغلهم تعبان يعدلونها زياد لا مو تعبان بس وايد السي جي بهاللعبه وايد حلو وايد وايد حلو حالات لو في يعني تعرف تبي مثلا يعصب الحين صارخ يعني ابي شوي وهيك يعطيني تعابير شوي معصب لا ما احس ما تغير وايد تدري نظره لما يقولون لك ديد ايز عيون الميته هذه اللي ليه ما في مشاعر كل شيء حلو بس ما تبين المشاعر عدل حلو العين بعض المرات اوكي بعض لا يا هذه يعني قاعد اقول لك في اكو تفاصيل اوكي احنا قاعد ندقق وايد بس, بس بس في تفاصيل يعني لا بس اشكر الحين سي جي ما عندك شيء تسوي بس قاعد طالع عرفت عشان شيء لاحظناها ولا اول شيء ترى راح تلاحظ رسم اللعبه للامانه بطلس. رسم اللعبه وايد حلو انزين والجيم بلاي حلو والجيم بلاي حلو يعني انت قاعد تلعب كول اوف ديوتي شعور كول اوف ديوتي بس عندك اشياء جديده خلينا نقول الحين ضافوا شيء اسمه فيرتيكاليتي باللعبه ان الحين تقدر تنط فوق هذا وايد فرق عندي بالمالتي بلاير ليش بالمالتي بلاير عاده كول اوف ديوتي انا حسب اللي اذكره تبلش عندك بس انت ممرات تركض فيها وما عندك يعني شغلات غير انك تشندس ومثلا تنام على بطنك او يعني ماكو شغلات تصعد سلم ماكو شيء بالكنترول يحكم ايش كثر انت راح تكون فوق او تحت بالماب عرفت شلون غير السلم لا ما تقدر يعني هاللعبه هذه على حسب علمي يعني. لان الحين في دبل جمب وتتعلق والسوالف هذه ضاف عنصر جديد ان مسح تقريبا الحفظ اللي يصير بدايه كل جوله لان بدايه كل جوله اول انت تبلش الراوند تركض لزاويه معينه لو تحذف جرنيد بهالزاويه هذه راح في تشانس كبير راح تذبح واحد شيء مارها الصوب لان انت حافظ مكان السبون مالهم وين وما عندهم اوبشن الا انه يروحون ياب هالممر ياب هالممر يعني خلينا نقول المابات كانت الحفظ بس الحين ما تدري من وين راح يطلعون لك لان عادي يشقح طوفه ويرميك من فوق عرفت يعني في هالشعور هذا اللي لازم دائما تكون منتبه انزين ما خرب اللعبه هذا لا انا بالنسبه لي انا اشوفها عطى بعد جديد بالضبط انا بالنسبه لي يعني جدد لي كل لاير واحده صارت تو لايرز اذا مو اكثر عاده هذا خرب الاستراتيجي ما شلون انا ما ادري شنو الاستراتيجي اللي يستخدمونه لاعبين كول اوف ديوتي لان انا مو برو بلاير ولا واحد يلعب كول اوف ديوتي يعني مين نعرف شلون فما ادري ايش كذا راح تفرق وياهم بس انا اقول لك اياها من ناحيه شخص قطع فتره ورد مره ثانيه كول اوف ديوتي وشاف التغييرات الجذريه هذه خلنا نقول ككاجوال ككاجوال اكيد اكيد حد الدوسه انا ما اقول يعني حد كاجوال انزين وايد استمتعت لان اعطاني جيم بلاي جديد بشيء فاميليار يعني انا كايوس عفس مو لهالدرجه مو لدرجه كايوس بس شنو كنترول الكنترول حلو لان للحين شعوره كول اوف ديوتي بس مثل ما قلت لك لان الحين في دبل جمب في داشات في سوالف داشات دبل جمب يعني ما تحس ان السنايبر صار اضعف شوي لان الناس كل السنايبر الشاطر راح يفوز انا ويا منطقه من سنايبرات بس ما لز قبل لا لان الحين صارت خلينا نقول حق السنايبر اذا لاعب سنايبر بهيلو شلون لازم دائما تتحرك وتوجه صح هذه فيها تقريبا نفس الشيء بس على اسرع هيلو راكده حلو. عرفت فاللي حاب يلعب كول اوف ديوتي وصار له فترة هالجزء هذا حلو انك ترد تجرب انا شخصيا قطعت من مودرن وورفير 2 ما كنت اهتم من كثر ما سمعت اشياء زينة وايجابية عن اللعبة خذيتها ولعبتها واستمتعت الاونلاين نت كود نار وايد حلو مو نفس ديستني وكلزون يقطني لا 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 حاشوني جيم كذي حاشني جيم فول بار يحوشك لا لا وكونتينيوس انا قاعد اقول لك انا ال تي اي كونكشن بالديوانيه اليوم يوم الجمعه اللي طافت جاي بالبلاي ستيشن الديوانيه وشابك على ال تي اي كونكشن دشيت روم كلنا فول بار
يمكن على الوقت ترى لان اربع مرات تدش لا انت وحظك انت وحظك ما ادري بس انا قاعد اقول على ال تي اي كونكشن يعني حتى دست مو دستني ترى من الالعاب اللي ما تطلب كونكشن كانت بالصج يعني ريد والله بالخير يعني كاعطيكم بي سي تحكي على الملتي بلاير ملتي بلاير اوكي انت يمكن ذاك اليوم لما دشينا انا وياك كان على حظنا كنت اشك من مره يعني فمو كل مره تسلم بس انا اقول لك يعني يوم الجمعه اكسبيرينس بيشو انه مو ذاك الزود يوم الجمعه مو نفس في لاج في تحوشك يوم فيها لاج ما اقول لك ما تحوشك بس صادفني يوم الجمعه اللي طاف لعبت كان شيء لعبت يمكن كم جيم لعبت انا اوكي 6 جيم 7 جيم يوم واحد ما تقدر تحكم على هذا قاعد يقول لا لا انا قاعد اقول على ايام مختلفه بس يمكن يوم الجمعه اللي طاف قاعد اقول لك على يوم الجمعه اللي طاف يمكن احسن تجربه كانت لي عرفت شلون وفي ايام مختلفه لعبت كل ما الناس تشتري اللعبه اكثر كل ما راح تشوف ناس اكثر بس قاعد يقطني مع عرب عرفت شلون او خلينا نقول يقطني يمكن مع كويتيين بالاخص لان الكونكشن وايد يعني فول بار اكس 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 سلاير اكس اكس ما طلعوا لي هالنوعيه اي طلعوا لي بعد شباب حاطين كي اس اي باساميهم وقطر كيو تي ار حق قطر بس وصلنا خير فيعني قاعد يقطني مع ناس قراب يمي فالكونكشن كان ممتع يعني ما لما يكون ما في لاج وناسه تربي موت ماكو عارف شلون فانا انصح فيها يعني حتى حق شخص قطع فتره انا قاعد اجيك من منظور واحد كاجوال كول اوف ديوتي زين وقاطع من فتره لعبوها $60 كامبين وما تبير وناس كامبينه حلو انا شدتني يمكن 6 ساعات تخلصها 5 ساعات 6 ساعات على حسب سرعتك انت يعني انا خلصت على النورمال ب 5 ساعات ونص تقريبا قريب 6 ساعات انا اللي بقول شيء على موضوع الكامبين اذا بنلعب اللي قبل الكامبين هذا يعطيك وايد شعور جديد هذا البلس اللي فيه يعني نوعيه الكامبين تغيرت شلون لما تدافع عن روحك شلون لما تهجم شلون لما مهمات التجسس خلينا نقول كله عشان السوت كله باستخدام طبعا السوت ولان شلون العالم تطور فتغيرات صار بفكرتك شلون لازم تلعب المرحله زين هذا البلس بالسالفه الماينس بالسالفه بالنسبه لي احس انه بدام شوي كانت مستقبليه احس الافكار اللي استخدموها احس كان يبي له بعد اكثر يبي له بعد بالمستقبل شوي زياده لا مو بالمستقبل شوي زياده بالحركات اللي تصير معاك باللعبه شلون الدرونز صدق فيلم رعب الدرونز يطلعون شويه مو وايد ولا والكاونتر مالهم وايد سهل الكاونتر مالهم سهل هذا صح في شغله حلوه والله امه كان اكثر شيء شدني باللعبه يعني ايه لا بالبدايه ولا لقطه البدايه يعني انا فاهمك يعني في شيء في شيء حلو سووه بالجرينيدز بهاللعبه ايه فكره الجرينيدز حلوه في نوعين من الجرينيدز في اكو جرينيد ليثل اللي هو المميت اكو في جرينيد تكتيكال اللي هو اللي تستخدمه حق فلاش استراتيجي سي سي خلينا نقول الجرينيد زين الجرينيد التكتيكال يكون تحت اللي هو الفلاش جرينيد او الفلاش بانك الاي ام بي صح ناسي اساميهم صراحه الجامر فيعني تخيل انت عندك جرينيدين نوعين وتسوي سويتش حق المود ماله يعني شو اللي تبي يصير انزين الليثر جرينيد المميت في اكو مود اللي هو الهومينج تحذفه راح تشوفه يوقف على ما يسوي لوك اون على تارجت ويروح له هومينج فكان الشعر حلو كنا عندك ستينجر وتقعد تمشي تحفه شيب ايه بس ما تقدر تشيل على كيفك انت هو تشيل حدك شنو ثلاثه وتقدر تلفل وتزيد الاماكن اكيد كلكم مكسين هذا اقوى شيء والله يعتمد على السيناريو يعتمد على السيناريو في اكو مثلا الدرونز هذيلا ما راح تقدر تطقهم هالجرنيد هذا بيك 30 درون شي طايرين يم بعض لازم تستخدم عليهم اي ام بي يطيحهم اوتوماتيك على طول عرفت شلون من غير ما تتعب نفسك الأسلحة حلوة في أسلحة مودرن وفي أسلحة لا مستقبلية بس مو وايد 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 مستقبلية في أوكي في سلاح ليزر بس استخدامهم شعورهم حلو يعني استمتعت باستخدام الأسلحة بهاللعبة الجرينيد لونشر كان يونس فيعني جود جيم فن يعني أنا أنصح فيها حق حتى اللي قطع هالجزء ممكن ترد فيه أنا وايد متأمل من سلج هامر الحين يعني عندهم ما ادري تريارك مفروض يشدون حيلهم يعني استوديو سوى شيء وايد قوي يعني بهاللعبه ف هذا انطباعي يعني جود جوب كول اوف ديوتي زين ونفس كواليتي الشركات الثانيه اي حد الدوسه كواليتي وايد عالي مع استوديو جديد انا هذا اللي تفاجأت منه شيء حلو صراحه والرسم رسم روعه جميل انا لعبت خلصت بلا صح كاثرين اخيرا اي نهايه قول لي بعدين قول لي بعدين اللعبة عموما 3/10
ما عجبتني صراحه. والحين الحلقه اللي طافت انا ارد واقول ان الرسم ابداع والشخصيات حلوين، بس الجيم بلاي ما عجبني كلش. زين وبعدين طواله، وايد طويله اللعبه، ما ادري على شنو الصراحه. تقريبا طولت وياي 9 ساعات 9 ساعات اي 9 ساعات 10 ساعات الصراحه، ساعتين وايد. مستغرب رايك تغير شيء وايد، ما عجبتني. ليش؟ كلش ما عجبتني، كلش ما عجبتني. تكرار حمد نفس حدا تكرار. لا هي هي البازل نفسه، بس بين فتره وفتره يضيفون لك شيء زياده، بس ما هي تسعة فوق يعني. اللعب عباره عن بس اللي هو مكان واحد بازل طريقه واحده، ما كلش يعني. صدق صدق بالنهايه كنت مال جدا، قاعد اقول بس خلي اخلص البازل بخلص اللعبه. ف لا يعني تمنيت يعني انه اني شايفها باليوتيوب صراحه احسن من اني شريتها ولعبتها. انا لا انا صراحه حبيتها وايد. انا يعني كجيم بلاي انا ما شفنا الجيم بلاي سوى وقتك يعني. لو واحد بنصحه شوفها باليوتيوب، الكاتسينز وايد حلوه. شوف الجيم بلاي شلون صاير، كنا في دمو حقها صح؟ في لها دمو، في لها دمو، نزل دمو، نزل دمو احسن. بس انا شخصيا يمكن الجيم بلاي هذا ممتع بالنسبه حق ناس غيرك. اذا واحد عجبه الجيم بلاي اكيد راح يخلي يشتري اللعبه، بس انا شخصيا لا، كل شيء جيم بلاي ما عجبني. أيه. الكاركتر ديزاين حلوين، كاركترز حلوين. سوري كانت شويه ويرد، غريب، حساسه. أيه. زواج وما شنو، بس بالاخير مثل ما قلت لك والله لو علي انا ارد يعني شوفه يوتيوب. يلا على الاقل خلصتها. خلصت على الاقل خلصتها. بعد ايش لعبتوا؟ ما مدي اطول فيها خلاص يعني، تكلمنا عنها من قبل. أيه. مليت، تكلمنا عنها من قبل. بيشو عندك لعبه؟ عندي لعبه اسمها ستيمول ديك. ايه زين خلصتها؟ لا بس لعبتها وايد. لعبه الحفريات. لعبه الحفريات. دكتور تريلر. احس الحين يعني الشيء اللي وصلت له باللعب اتوقع على المدى البعيد ما راح يتغير وايد، راح يتطور بس. فاقدر احس اني اقدر اعطي انطباع يعني كافي اتوقع عن اللعبه. اللعبه عندي زين نازله الحين تقريبا على كل الاجهزه، يمكن كل شيء كل شيء شي. ساعه كاسيو كل شيء. زين اللعبه شنو فكرتها؟ انت الي رحت مدينه، عمك هدلك منجم. زين كان في قصه انا لعبت يعني طبعا انا طوف التكس بس انقط الحكي، عرفت شلون؟ الظاهر عمه هدله منجم، فراح المكان حصل الشبل، يلا قاعد يحفر بالمكان عشان يوصل بعد ويكتشف شنو سالفة المنجم هذا، لازم يطور من روحه. فقاعد يساعدونه منه اللي بالمدينة اللي بالسطح عند المنجم، كلهم يكونوا موجودين حوالين دخلة المنجم. زين فاللعبة كلها انك تنزل تحفر، انت توقف خلص الزيت مثلا ما عندك مال ضاء اتش بي شوي تموت، لان اذا مت تعيد يعني اللوت مالك كله يروح. دارك سوز تعرف شغل تموت سوز يطيحون في نفس الحال الحركة، يطيحون ولا يروحون تقريبا؟ لا يطيحون شمه اذا ما انا غلطان. زين لا ياخذون منك نسبة عشان يقومونك من اللي يماته. دائما لازم تحاول انك تضمن انك ما تموت عطشان. شنو تاخذ ابيليتيز ويركض ويطيح؟ المهم الحلو بالسالفة انه وهو قاعد ينزل يكتشف لحظة هالمكان في انه السالفة. زين ليش عمي هاد لي غرف خاصة فيها ابيليتيز قاعد تعطيني قدرات جديدة؟ زين الحلو بالموضوع لما تحفر انت راح تصمم المرحلة بنفسك، عرفت شلون؟ يعني كل واحد راح تكون طريقة لعبة غير عن الثاني. انت راح تصمم الطريق. ايه انت راح تصمم طريقك. زين وهي اصلا اوريدي الراندوم جنريتد الاماكن الوحوش والجواهر. الوحوش اماكنهم راندوم والجواهر اللي تردها بعدين حق المدينة وتبيعها تعطيك فلوس عشان تقدر سواء ابجريد روحك او تطور الحركات اللي انت عندك اوريدي. زين ف فكرتها وايد يعني ما شفت ترى الفتره هذه ما شفت لعبه تشبهها لا اول ولا الحين. ترى اللعبه ترى ستايلها وايد يونيك. هي دكتور دريلر بس مو اركيد. دكتور دريلر كان دكتور دريلر بس كان اركيد ولما خلص محل خلاص. ايه. هني لا انت كل شيء تسويه صار له وزن. ار بي جي ار بي جي. ايوه روح صار له وزن. تعال الحين تاخذ ركضه، تاخذ دبل جامب، تاخذ فاست ذهبي تطور. شلون الطريقه؟ 2D ولا شلون؟ 2D 2D. زين من مسويها؟ اندي ما اذكر اسم الاستديو بس حلوه ترى. شلون عدول ما تحكي عنها؟ انا ليش قلت لك؟ بس ما لعبتها.
هو عند عنده المسألة لعبتها ما شو اسمه صار لي فترة مو قاعد ألعب حتى نازل على الفريدياس نازل على كل شيء كل شيء كل شيء إنزين ف أقول لك كالكوليتر كاسيو إنزين الله استعرض الثيم ماله كابوي على مناجم وكذا بعد ستيم بانك ما شنو لا ستيم بانك شيء هذا ستيم بانك شكر رير سوالف روبوت يعني أوكي زين فهاي المدينة الحين اللي قاعد نشوفه في فيديو كاست مدينة شلون تنتقل شلون تحفر الأماكن فكرتها غريبة ترى يعني ما أدري شو أقول في يعني أحس في عناصر الار بي جي فيها بعدين بوسز وفيها سوالف كذي سبلانكر هذه لا حسيت إن ما فيها بوسز كثر ما أن الغاز بلاتفورم كافية يعني طيح طابوقة ما تنكسر عشان تصعد فوقها وتقدر توصل بدل مكان ثاني أمور هذا عرفت شلون؟ سلامانكي هذا. بعدين استخدم الماي كأنها من. إيه راح تحصل بالاحتياط تستخدم مثلاً الماي اللي تحت الأرض إنه يعطيك. لأن ستيم بانك. قوة دفع لفوق مثلاً. أو تستخدم الماي بعدين عشان راح تحصل سلاح بدل ما الفاس تستخدم درل يكسر نوع معين من الصخر. يعني حركات مختلفة. لعبة اكتشاف. لعبة اكتشاف. بس ميشو ما تشوف أنا بورتبل وايد أونس. يعني لو عندك اياها مثلا على 3 دي اس ولا الفيتا ما تفضلها على البي سي هي نازله على الفيتا نازله على كل شيء كل شيء نازله على كل شيء احس الحين انت قاعد تسالني سؤال غلط لاني انا الحين مزاجي حق البورتبل صاير صفر فاخاف اظلم الشغل انت ما عندك 3 دي اس اي صح اوكي عنده فيتا زين كان عندك لازم تذكرها بس الحكي وين كان عندي اتوقع ترى حق البورتبل حلوه لان شنو عاد تفضل لو كانت تقدر سبورتبل. تنزل شويه تحفر شويه تطلع مره ثانيه خلاص تسكر ال3 دي اس حتى انت قاعد تحفر تحت تسكر الجهاز يطلع لك مشوار تروح ترجع مثلا يعني تقدر احس انه مو من النوع اللي لازم تذكر لازم دائما تلعبها عشان تتذكر شنو التحكم ولا شنو القصه عرفت شلون لا بس انا اقول مثلا شنو جيم بلاي يعني مثلا قاعد توصل مكان بعيد وبعدين طلع لك ظرف وع سكر شويه صعب ايه يعني صح وصلت صارت فيني ايه صح. لعبت على ستيم لعبت كبدي ايه صح بس شوف باختصار يعني مثل دق دق ديبر مطوره دق دق اوه هذا شيء بس مثل ما قال حمد هذيك اركين ما له شيء بس انك تذبح موجودين قول دق دق دريلر زي ما يسمونه لا شويه دق دق وايد 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 قديمه على الاقل هذا مستر دريلر جديد توه بس دريلر تكفى ما في ما حد عنه صيغتها بط دق دق كانت على المشي صح ايه صح اذا وقفت ونتندو وتوم محتفلين ما كم سنه لعبه جور تفخى لين ينفجر تفخى نفس الحمام اللي عدوا اللي بيه لين ينفجر مساكين الديناصورات لا بس والله انترستنج لعبه يعني حبيت وايد وايد لعبه حلوه احسن انصحك يعني تجربها على الاقل والمسكين الديفلوبر نزلها على كل شيء ماكو عذر خصومات كل شيء العب 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 اعطيك اياها ببلاش بعد واعيد النقطه مره ثانيه ترى راح يعطيك شعور ما راح تحس فيه بولا لعبه ثانيه اوكي يعني شعور جديد بالكامل تجربه جديده اذا واحد بيجرب شيء جديد خليه يجرب اللعبه راح ينصدم عجبتني حلوه انا انصح فيها بعد اوكي راح ينصدم من التجربه ما ادري ايش قدر تطول انا الحين مشكله وصلت انا اخوفك الناس تقول اللعبه مثلا ما عجبتني رسمها مو حلو او شيء كذا عرفت شو ما اتوقع ان لها ديمو اصلا اي ما لا ما لها ديمو شوف فيديوهات اشترها على طول تكتب كم سعرها كم سعرها اتوقع 15 دولار اللي عنده اللي عنده بلس بلاش اي ترى بلس الشهر بلاش على البلاي ستيشن 4 لا نسخه البلاي ستيشن 4 بس البلاي ستيشن 4 مو كروس باي اللعبه لا مو موجود على الفيتا الفيتا مو ما اتوقع لا مو يوم هي نازله بس مو محطوطه بالعرض صح هي مو كروس باي بالاساس يمكن يمكن بالاساس مو كروس باي صح اوكي جود جود عدول لا طالعني ما لعبت لا طالعني اوكي يعقوب كان عن الشوتر الثاني اللي هي هيلو ماستر تشيف كولكشن او بمعنى اخر ماستر شيف بمعنى اخر ذا ماتش ميكينج سيميليشن جيم 2014 محت ماستر شيف زين هذا تايتل حلو شوف تايتل حلو ماتش ميكينج سيميليتر تعال قاعد معي ابيك تقعد معي بالساعه هي سيميليتر انا مو صدق لا انت قلت 2014 لو قول مثلا 2006 2000 لا 2014 لان نازله هالسنه مو دائما العاب السيميليتر ينزلونها سنوي او شيء يحطون لها اسم خلاص المهم ليش يعقوب لا سيميليتر ليش خلينا نعطيك الشغلات الايجابيه اول
زين طلع الشغلات الايجابيه حطها على جنب. صح صح زين بعدين اتحكي عن السلبيات. صح. لان السلبيات لو بتيها من منظور واحد لاعب هيلو من قبل او مو لاعب هيلو من قبل او شاري اللعبه لغرض معين هني السلبيات هذه راح تعوره وايد. زين فانا راح بتحكي عن الايجابيات. طبعا اللعبه هذه من تطوير 343 اندستريز الاستوديو الحين حاليا ماسك الفرانشايز مال هيلو. هيلو لعبه فيرست بيرسون شوتر مستقبليه جدا. اي بي وايد مهم بالنسبه حق مايكروسوفت يعني طلع اهم اي بي مو وايد اهم اي بي طلع من ايام الاكس بوكس القديم وهو اللي خلى الاكس بوكس القديم يعني قايش بسبه ان الملتي بلاير مالها كان وايد قوي اونلاين من الحكي هذا. طبعا الحلو بهالكولكشن هذا انه جايبين لك الجزء الاول والثاني والثالث والرابع كولكشن كولكشن بس مو اي كولكشن بالضبط عرفت الحلو كلهم ريماستر رحين راح شوي انطر مو كلهم ريماسترد بس الريماسترد خلينا نقول الريميكس في منهم ثنتين الاول والثاني الريميكس الاول والثاني هذا الريميك مو ريماستر ريميك بالكامل لان تقدر تلعب هيلو 1 وهيلو 2 بالرسم القديم وبدقمه واحده تحول من الرسم القديم لرسم نفس اللحظه انت بس دود كل شيء تغير يعني ميوجن مسوينها عادي زين اللعبه مسوينها عن طريق ميوجن نفس الالعاب السباق اللي كلهم ايباد رسم ايباد زين على شنو تو قالها في واحده جديده تو قالها ما ادري قبل شوي ذكر شيء هم بعد غبي المهم غبي المهم لك. هيلو 1 و 2 كومبليتلي ريميد كرسم يعني ومو بس كرسم هيلو 2 صار لها ريميك حتى حق الخرائط مالت الملتي بلاير مالتها طبعا هيلو 3 وهيلو 4 جايبينهم نفسهم بس رفعوا الريزولوشن مالهم وزادوا الفريم ريت هيلو من عمر كانت 30 فريم بير سكند لها شعور معروف الحين لاول مره قاعد نلعب هيلو طبعا خارج الاجزاء اللي نزلوا على البي سي لاول مره راح نلعب هيلو على الكونسول 60 فريم بير سكند سموثنس مالها سموثنس كول اوف ديوتي هذا الشعور ياب يعني هالفيتشر هذه الميزه هذه يابت تجربه شوي غريبه بالنسبه لي انا كواحد كنت العب هيلو وايد الشعور ال60 فريم هذا يفرق يعني كان لازم اتعود مره ثانيه على الحركه مالت اللعبه يعني سالفه انه 30 فريم احسن حكي فاضي 60 فريم وايد احلى اوكي يعني حكي فاضي هو حكي فاضي احسن شغل مباراه حسين شغل مباراه زين مشكور حسين كم كم مهمل مهمل لا كمل 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 عشان خلي يحس تاني بضمير ماكو تاني بضمير ماكو تاني بضمير المهم فالفريم ريت لا صدق فرق وكان في ادجستنج يعني الايمينج والايمينج في اختلاف لاحظته طبعا الحلو هم بعد بهالشيء هذا انه حاطين لك طبعا الكامبينز كلهم اذا انت واحد نفس بيشو مثلا مو لاعب ولا جزء تقدر تلعب كل الكامبينز ايش حق مو لاعب ولا جزء مثلا ما كان عنده اكس بوكس من قبل بي سي بس الجزء الاول والثاني نزل على فيستا تلعب على فيستا وسكر الحين عندك فيستا اوكي يا ظريف المهم فالحين تقدر تلعب كل الاجزاء بالكامل مع كوب والسوالف هذه انزين ومسوين حركه وايد حلوه حق اللي لعب وخلص الاجزاء من قبل ما يبي يلعب الكامبين كله بس يبي خلينا نقول يلعب لحظات معينه تقدر طبعا تنقي اي مرحله تبي من اي كامبين تبي أي وقت فهذا شيء وايد حلو مو ما يجبرونك انك تخلص اللعبه عشان بعدين تبطل شابتر سلك لا كل شيء مبطل استمتع وفي شغله حلوه مسوينها اسمها بلاي ليست البلاي ليست هذه هما الاستوديو مختارين مراحل ومحطينهم جروبات مع بعض مبني على ثيم معين خلنا نفرض مثلا ابي كل المراحل اللي فيها دبابات من كل الالعاب من هيلو 1 2 3 4 فيحطون لك البلاي ليست مراحل تلعبهم مرة بعض مراحل فيها دبابات ابي مراحل مثلا فيها طيران ابي مراحل فيها بلاتفورمينج شويه ما يعني على يعطيك على سبيل المثال ميمعينهم من كل الالعاب وحاطينهم كبلاي ليست بلاي ليست اوكي فحق اللي يخلص اللعبه او خلص الالعاب من قبل بس يبي يتذكر اماكن معينه لحظات معينه ايبك مومنتس يسهل عليك ان انت تدش وتلعبهم عرفت فهذا فيتشر وايد حلو اللعبه متروسه كونتنت بس مشكلتي وين مشكلتي كلمه بس مشكلتي انا واللي ضيق خلق حيل الملتي بلاير انا ما ادري هم ايش كثر كان مدى تجهيزهم يعني بس يعني بس انا 90% بيشتروا اللعبه ملتي بلاير بالضبط يعني هيلو معروفه بالملتي بلاير مالها من سنين وايد وناسه
ماكو اي لعبه شوتينج انا بالنسبه لي نفس هيرو. فلما انا اخذ هيرو عشان العب ملتي بلاير مالها وحاطين لي كل الاربع اجزاء الرئيسيه وكل خرايطها، تخيل خرايط حتى الدي ال سي القدم، يعني انت الحين في هالباكج هذا عندك فوق ال 100 خريطه زين كل الاجزاء، مو بس الحين قاعد اقول بوزيتيف، يعني عندك تخيل خرايط بعد بس ون. لازم تعطيني نيجاتيفز، مشكله ان الشغلات هذه كلها بط حمد، وايد وايد بط زين. بس شنو المشكله؟ شنو الماتش ميكينج عطلان بشكل مو طبيعي. شنو الماتش ميكينج؟ انا لما ادش مثلا كول اوف ديوتي ادور ماتش، انقي مثلا ابي تيم دث ماتش، هني بهيلو اسمه تيم سلاير، اوكي دشيت، يلا الحين انطر على ما اللعبه تجمع لاعبين وتسوي روم وتحط قسمنا افرقه وندش نلعب. صح، هالبروسس هذا اذا انت حظك حلو يمكن باليوم تلعب الجيمين ثلاث. طيب شنو قصدك باليوم؟ يعني انا خلينا نقول انا اقعد ساعه كامله يمكن العب جيمين، ماكو شغل. ايه يمكن العب جيمين، يمكن. طبعا هذا ايام اللونش زين، ساعه كامله يمكن العب جيمين، قاعد اقول لك يمكن، في تشانس ما العب ولا جيم ساعه بس كامله، قاعد انطر ارعص. ايه ارعص ايه، واذا صار شيء معين قلتش لازم اطلع واردش مره ثانيه. شي هالامور السيئه التعيسه هذه حمد، شي تعيس بالمره يعني. هذا بالضبط خرابيطها، خرابيط اللونش مالت باتلفيلد. شوف شلون باتلفيلد السنه طافت، اللعبه حلوه بس خرابيطها وايد، يعني مشاكلها التقنيه وايد من ناحيه الاونلاين. هذه بالضبط نفس القصه. شوف انا ما ادري الغلط وين، العله وين، هل لان البروجكت وايد عملاق لازم يضبطون الاونلاين حق اربع العاب بباكج واحد فصار عندهم مشكله؟ ما ادري. هل هم ما كانوا جاهزين لها؟ ما ادري. هل يعني ما ادري شنو العله وين، ما قالوا هم الحين، هم ما قالوا العله وين بالضبط، بس انه على مدار الساعه قاعدين يعدلون يضبطون. في اكو بعد كذا ابديت سووه من صوبهم حسن بعض الامور، بس حسنهم اقل من 20%. عرفت شلون يعني؟ بس السنجل بلاير شغلته ما في شيء، سنجل بلاير مضبوط اوكي، ما في اي انا حسب تجربتي ما في اي مشاكل اذا تلعب بروحك. في ناس يقولون انه حتى كوب مال سنجل بلاير، كوب مال سنجل بلاير كان فيه مشكله لما انا وبيشو حاولنا نلعب هيلو 1 اللي هي سي اي كومباتيبل زين، يوم حاولنا نلعب انا وياه الهوست عادي كل شيء طبيعي، الكلاينت اللي شابك عليه اللاعب الثاني يحوش لاج، لاج موفمنت كاميرا ما في ديلي، ستريت فايتر ترى صدق ما تطلع بعد لاج زين. الشيء الوحيد اللي ما يلايق الكاميرا ترى ها ايه؟ يعني لما بلف الكاميرا، شوف انا هذه قريت عنها، المشي والترمي واي شيء الاكشنز كلهم في هذه قريت عنها بيشو، في ناس يقولون محاشتهم كلش، في ناس يقولون ما نبي ناس يقولون موجوده، انا اعطيك طباعات الناس زين، وفي ناس يقولون موجوده هالعله هذه من الريميك مال 360. كان في ريميك اصلا؟ هي هيلو 1 و 2 قلت لك كان ريميد، اي 1 كانت ريميد، اي كانت كان لا كانت ريميك اسمها انيفرساري هيلو 1 هيلو انيفرساري زين. لحظه بس هذا البورت مو هذاك نفسه؟ اه نفسه وحطوا ريميك حق 2 اللي هو الجديد حق يعني 2 بس اللي سوى ريميك، 2 سوى ريميك جديد اوكي انزين. ف ما جربتوا تلعبون 2 ولا 3؟ 2 3 ما لعبت، بلش انا توني بجرب القصه البدايه يعني مال 1 تدري ملاعبهم انا. بس شنو الحين نزلوا ابديت الاسبوع اللي طاف او خلينا نقول يعني اليوم اللي معه المالتي بلاير، كل الهيروز خربان ولا ما له علاقه؟ هو شنو مسوين هنا الحركه؟ ان انت بلوبي واحد تختار البلاي ليست اللي تبيه، خلينا نفرض مثلا ابي العب تيم سلاير زين، تيم سلاير حاطين لي خرائط هيلو 1 و 2 و 2 ريماستر و 3، ينقي لي خريطه من هالثلاث العاب هذه راندوم، ما تقدر تنقي بس ما تقدر تقول بس ابي هيلو 2. هم اذا حطوا بلاي ليست هيلو 2 راح تلعب بس هيلو 2، في اكو بلاي ليست حاطينه حاليا هيلو 3. انت تقدر تختار ولا هم يحطون بلاي ليست؟ هم يحطون البلاي ليست ما تقدر تختار، بس حاليا شايلين منهم عشان الضغط. يعني اول ما نزلت لونش اللعبه كان فيها بلاي ليست حق هيلو 1 وهيلو 2 وهيلو 3 وهيلو 4 وميكس من الهيلوز على حسب الاوبجكتيف، انت تختار بلاي ليست وتدش استمتع. عرفت شلون؟ الحين قللوا البلاي ليست على اساس يضبطون اللود، لين يضبط يحلون مشاكل السيرفر هذه اللي ما ادري متى راح تخلص. وهذا بس مو شيء عندنا هني، حتى بامريكا كل مكان الكل متاثر. دش الحين تويتر اكتب بالسيرش، مو وقت تسوي سيرش حق مواضيع، اكتب هيلو ماتش ميكينج اقرا. طبعا غير ردت ثريدز وهذا، هم المطورين يدرون عارفين ان في مشكله ووعدوا بحلول ونزلوا ابديت الاسبوع اللي طاف، ابديت يعني تقريبا يمكن جيجا ونص تقريبا حجمه، صلح مشاكل بالسنجل بلاير، كانت مشاكل تسييب مره عند حاشه بعض الناس زين، وتحسين حق الملتي بلاير، في تحسين تحسن شويه. وعشان ما اقول لك انه بالمره ما تقدر تحصل جيم، لا تقدر تحصل جيم اذا انت شوي صبر، تكون صبور. وفوق هذا انا مسجل فيديوهات، يعني مسجل لقطات حق الفيديو جيم. هني المشكله،
الماتش ميكينج هو العله، بس لما تدش تلعب يا الهي حمد شنو وناسه. النت كود احسن من الاول، يعني قاعد العب ما قاعد احس بلاج. اول يمكن على ايام هيرو 3 يعني احس قمه الترولينج جدا جدا. حمد بالضبط باتل فيلد 4، قاعد اقول لك بالضبط باتل فيلد 4. اذا انت باتل فيلد 4 قدرت تخلص جيم اي على ايام اللونش انا اعطيك اللي تبي. قدرت تخلص جيم ملتي بلاير دائما حوشك كراش تو ديسكتوب، مو كراش تو ديسكتوب، كراش تو بلاي ستيشن من هم 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 سكرين. كانت لهالدرجه تعيسه لين يمكن شهرين لقدام ينزلون لها ابديتات ويصلحوا. بعدين ساعة تحسرت وصارت حدها عجيبه. للحين ما تصلحت صح؟ بس في لا من زمان صلحوها كل شيء 100% الحين. اوكي بس طولت يمكن شهرين ثلاثه يلا وصلوا حق المرحله اللي حاليا وصلت اللعبه. فانا قاعد اقول لك يعني لو مو مشكله الماتش ميكينج هذه، يعني مرات عادي ادش ماتش ميكينج انطر مثلا خلينا نقول 10 دقائق دخلني مع ناس باللودينج سكرين اللعبه تعلق تعلق. زين تصير لها كراش مثلا، الاكس بوكس بكبرة تعلق. اوكي في مشاكل قاعد اقول لك باتل فيلد 4 اللي سمعته باتل فيلد 4 يطبق هنا. اوكي عرفت شلون؟ شيء جميل يعني. لا لا لا, لا تلعب لعبه الحين انطر. اذا بتلعبها ملتي بلاير الحين راح يحترق قلبك. زين اذا بتاخذها حق سنجل بلاير خذها وانت مغمض. بيشو حطها على جنب. بس بس بخلص شادو موردر ببلش على طول هيلو. هيلو انت مو بتلعب كوب؟ شنو شو هيلو؟ لا جربتها ما يقول. ما تنفع كوب. انا بس هذا دش اذا يعقوب موجود يدش معي. انا دش معاك عادي. هو الحج انه حلو مشكله اللي سمعته انه حلو مشكله اللاج هذه ما جربنا بعد الابديت. بس ما جربنا بعد الابديت. بس حتى لو بتلعبها بروحك سنجل بلاير هم محتواها انفنت. طبعا من الشغلات الحلوه انه اربع العاب يعني اي في شغله حلوه مسوينها ان بالمالتي بلاير اول طبعا على حسب الجزء كنا بهيلو 3 او هيلو 4 كانوا حاطين سوالف ابجريد ما ابجريدز تسوي لهم انلوك الامبلمز ما امبلمز وابجريدز وابيليتيز وسوالف هذه. هني كل شيء انلوكت دش استمتع. اوكي خرائط هيلو 2 اللي سووا لها ريماستر شيء خرافي. هيلو 2 كمالتي بلاير معروفه هذه يمكن من افضل مالتي بلاير موز حق هيلو يعني على الاطلاق. وايد حلو الريماستر مابس في اكو اشياء جديده فيهم. يعني مثلا كان في اكو باقي اسمه مونغوس باقي عادي كان تستخدمه بس عشان توصل شخص لشخص بسرعه يعني مكان شخص تركبه معاك وتوصله من مكان لمكان بسرعه. فهالجزء هذا حق هاللعبه هذه حق الكولكشن هذا ضافوا له رشاشات فسووا مود ما كان موجود اول بهيلو 2 اسمه كابتشر ذا فلاج بالجنغوس المونغوس تطور الى جنغوس 2-0 السعوديه 2-0 السعوديه. زين دقيقه 21 فسووا مود جديد كابتشر ذا فلاج الكل يصير له سبون على هالبقي هذا اللي في رشاش وتروح تكتشر الفلاج بالوتر على البقي يعني ما تنزل تلعب بالسياره ما تلعب بالسياره تلعب بالسياره سياره مود. انزين وكابتشر ذا فلاج شيء ما كان موجود اول حطينا بس حق هالمود هذا وناسه. انا اتذكر بهيلو بقي يحطوا فيه قنابل يفجرونه يقعد يفتر 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 وهالسوالف موجوده بعدين يرمونه هالسوالف صكونه براكت لانشر شفت السوالف اللي تونس هذه كلها موجوده وبعدين يركب مثل ما هي حتى الفيزكس. يعني تخيل خلينا نفرض الحين انا قاعد العب تيم سلاير وخلصت راوند هيلو 2 طبعا هيلو 2 بتحكمها بالايمنج مالها بكل شيء بعدين فجاه حولنا لي هيلو 3 هم تحكمها بفيلينج مالها يعني حتى الفيزكس مال هيلو 2 يفرق عن هيلو 3 وبكل ماب او كل ماب يابينا من لعبه معينه الفيزكس مال اللعبه. احس هذه اللعبه حق الفانز اكثر من شيء الفان. اذا انت فان هيلو هاللعبه هذه يعني قاعد اقول لك انا بالنسبه لي لو مو مشاكلها التقنيه هذه بالنسبه لي يمكن من احلى الالعاب اللي لعبتها هالسنه. بس مشاكلها لازم تنحل هذه اسرع وقت ممكن. حق النيو بلايرز نسبيش اتوقع ما راح يستمتع وايد بالملتي بلاير انه راح يتعقد لعبه غير تحكم غير فيزكس غير التحكم نفسه بس الشعور من لعبه للعبه يفرق عرفت شلون. بس هو الحين شنو الميزه بالنسبه حق بيشو غير الميزه انه هو بالكامبين راح يعرف شنو اللي راح يبدي يتعود اول شيء. زين بعدين راح يعرف شنو مزايا كل لعبه. يعني مثلا بهيلو 3 وهيلو 4 الفرق بينهم ان هيلو 4 ما فيها بهيلو 4 فيها سبرنت كنا كل ماستر شيف عباره عن كلاس. لا يعني راح يكون مختلف شوي. لا الاختلاف مو جذري لهالدرجه جذري بس يعني شوي. مثلا هيلو 2 فيها دول ويلد هيلو 1 هيلو 3 ما فيها دول ويلد مثلا عرفت شلون. هيلو 3 ما فيها سبرنت هيلو 4 فيها سبرنتنج. يعني هالشغلات هذه مع اللعبه
هالشغلات هذه مع اللعب راح تقدر تميز الفروقات اللي فيها. اي بيشوف انزين هالشغلات هذه بالفيديو كاست الحين قاعد اشوفها كلها تقدر تسويها. طبعا حاطين الفورج، فورج اللي هو المود اللي انت تسوي فيه خريطه، تسوي فيه كاستم جيمز. تقدر مثلا تسوي كاستم جيمز، تسوي انفايت حق ربعك تدشون تحطون انتم تغيرون قوانين، تغيرون قوانين الجرافيتي اللي باللعبه، تغيرون قوانين الفيزكس اللي باللعبه. لعبه انفنت اخوانا سناسه كان 60 دولار محتواها وايد يسوى. اذا بتاخذها حق الاونلاين بالوضع الحالي وقت تسجيل الحلقه احنا تاريخ 23/11 حاليا، شوي انطر. مو شوي انطر، انطر. يعني يمكن يقدر ياخذها حق السنجل بلاير وستانس. انت قلت اذا بياخذها حق الاونلاين، مالتي بلاير اذا بياخذها حق الاونلاين انطر. انطر لين تحل المشاكل. لا تقدر تدش تلعب بس فيها نطرات زين عشان جيم. هذا قبل الباتش، الحين بعد الباتش تحسن شوي، صار جيمين بالساعة تحسن شوي ساعة. يمكن زين اقعد يمكن بساعات ما يحوش الجيم. ضيفوني على الاكس بوكس لايف. نقطة ما قلتها شنو هي؟ سالفه شلون التحكم كان يفرق جزء من جزء لجزء. اي سووا الحين بالاوبشنز تقدر تحط ان تحكم يونيفرسال حق كل الاجزاء. طبعا حق اللي مثلا يبي يتحكم تحكم اي جزء عادي تقدر تحط كول اوف ديوتي، تقدر تحط كول اوف ديوتي، تقدر انت تخلي مثلا ابي العب هيلو 3 تحكم كول اوف ديوتي، بس ابي العب هيلو 2 بالتحكم القديم، وابي العب هيلو 1 اخلي الليفت ستيك هي الكاميرا والرايت ستيك هي الموفمنت. كيفك معشو. او تقدر تعم 1 كنترول مثلا كل الاجزاء. اوكي اوبشنز بط الاوبشنز قاعد اقول لك يعني هم مضبطين اللعبه كفيتشرز ونسوا الاونلاين اللي هو بالنسبه لي اهم شيء، هو اللي يعني والله هذا قصص المفروض يكون اهم شيء. يعني شوف وايز انا كنت متشيش اني اجرب ادش العب دليل الذكاء. اوكي خل 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 يتضبط الاونلاين بيشوف اللي بيعرف الاونلاين تضبط ولا لا تابعوا يعقوب، تابعوني على تويتر انا اندرسكور اتش على طول اتحطم اذا شفتوا واحد قاعد يبكي. طبعا كل مره سبحان الله كل مره اتحطم، كل مره اكتب تويت اتحطم فيه القى جيم سبحان الله 100% ديفلوبر ديفلوبر قاعد 100% سكسس ريت. لا تقول لي على طول فاين يعقوب ينطرك. لا يعقوب اندرسكور اتش صح. بس سووا لي فولو على الاكس بوكس لايف اذا عندكم اكس بوكس LGG space يعقوب Y A Q O U B راح تلقون لا من غير أنسكو لا زين ما سوينا فلو بس راح تلقون فيديوهات أنا مسويها بحق لقطات ضحكتني وايد، لقطات إبك صارت فيني باللعب سجلتهم على الأكس بوكس وحطيتهم بالأكتيفيتي فيد أو تلقونهم عندي بالتويتر تايم لاين. رجعوا لورا راح تلقون لينكات حق الفيديوهات اللقطات هذه وايد. احلى لقطه اللي يعقوب شي قايم شي وقدامه شي مثل خلينا نقول مبنى صغير شي كان خمسه يطلعون من كل صوب ويروحوني ثمانية ثمانية صاروا التليفون سربرايز هو بروح بس قاعد يتمشى. فاللقطات هذه انا عجبني بالسالفه كلها ان خمسه طلعوا له اثنين من يمين اثنين من يسار اثنين من فوق. لا يعني ما يطلعوا له لا ذاك لا كان شي كانت لقطه وايد يعني انا ضحكت ضحكت صراحه مت من الضحك. انا مت باللعبه ومت بالضحك قلت هذه لازم تتسيب. انت مهندس ها لازم تتسيب. لا تدقق وايد ترى احنا بعد نقدر ندقق كمل انزين. ف استانست وايد ممتاز. غير المشاكل التقنية نطروا اذا تبون تلعبون سينجل بلاير اللعبة محتواها وايد يسوى فوق 60 دولار اللي فيها. حلو أوكي. في بعد العاب ولا خلصتوا شباب؟ انا ما عندي غير دراجون ايج اوريجنز ما بداني العبها الا يمكن ساعة فما ما عندي انطباع. انا بقول شيء بس بقول ملاحظة سريعة ان خلاص يعني شنو طبعا النهاية عن شادو اوف موردور مع اني ما خلصت الحين موردور اللعبة اوفر هايب. لا لا مو صار مو انه اوفر هايب. اللعبة حلوة حلوة وايد اللعبة حلوة يعني انا ماني قادر اوقف اني العبها دائما تجي اللحظة هذه اللي احلى شيء الفويس اكتر مال يعقوب. الا الا رينجر اللعبة اقوى شيء فيها الجيم بلاي. اوكي الجيم بلاي اللي يشدك انك ترد شيء ممتاز. احنا ايش قاعد نقول طول لا انا ما سمعت حلقاتكم اصلا. الجيم بلاي كان قاعد اقول سيستم سيستم هذا مال سيستم وايد حلو سيستم اساسن كريد بس حلو نمسيس سيستم ما ادري ايش يسمونه نمسيس ايوه نمسيس سيستم زين اقوى شيء باللعبه بس انا اقدر اقول تبي جيم بلاي حلو يعني الجزء الثاني بط زين. سالفه السيزون باس هذا شنو؟ سيزون باس شوف انا ما اعترف شيء راح يحطون اضافه ستوري اضافه ستوري ولا ستوري في اضافه مشنات مو زياده الحين منزلين لو انا ماني غلطان في فري دي ال سي راح ينزل فري دي ال سي في اللي هو في شخصيه دورف تلعب فيها
هي بس سيزن باس. قبل قبل لعبة فيها شخصيات ولا بس شخصية واحدة؟ لا لا فيها شخصيات. حاليا بس شخصيات. لا هي هي قصدك كأنك تلعب بأكثر من شخصية؟ ايه. لا لا بس شخصية واحدة بس في شخصيات تساعدك. عرفت؟ والدور فات كوبلايبل ولا يساعدك؟ لا لا يساعدك يساعدك. بلايبل بال بالمشن دي ال سي؟ بالدي ال سي ما ادري بالدي ال سي بلايبل انا لان لان هم بالدي ال سي الفري الجديد راح تكون تلعب شخصيه ثانيه اللي هو الالف او شيء كذي. اوكي بس القصه دائما يعني انا ضايق خلق الموضوع قصه. احب قصص لورد اوف ذا رينج وايد زين. القصه دائما اذا بحط لك شيء بقصه ولا كتسين يتحكون 30 ثانيه وبس خلاص يلا كمل لعب. ما عندنا لايسن بسرعه. عرفت شلون يعني ما يطول وايد يعني الا لحد الان بس لقطه واحده اللي طولت يمكن ما ادري يمكن اخر اللعبه تصير كاتسينز وايد اطول ما ادري والله. بس لو تفكر فيها ما يقثونك هذا شيء حلو يعني. في اشياء تصير بالكاتسينز وفي اشياء تصير بال اللي هو باللعب يعني انت قاعد تلعب. عرفت شلون يتحكم انت ايه. تركز باللعب ولا بالحكي ما ادري عنك انت اذا عندك يعني مشكله بهالشغله. لا انا ما عندي مشكله بس بس, بس, بس آه انا شفت انا شفت انه يعني مرتبه على اي لا هي من ناحيه مرتبه مرتبه انت عارف ايش قاعد يصير وش لازم تسوي زي حق اللعب. بس يعني لورد اوف ذا رينج تكفى في قصه يصير يبي بيتر جاكسون شي ثلاث ساعات كاتسين يبي كوجيما كوجيما يسوي على صديق عطاني كاتسينز والله بعد ثلاث اسابيع ليشو دائما ينزل فيلم ذا هوبت روح شوف فيلم ذا هوبت ذا هوبت شوف اللي حاليح. عندنا اخبار يعقوب الاخبار ولا ما ذهبت ما ذهبت اكيد. انا راح ابطل جيم انفورمر واختار يعني انا اقول لكم اخبار طيبه على ما تدور. يلا شفت سالفة الاميبوز نزلت سماش طبعا الكل يدري ان سماش ايه اوكي عرفت اتوقع اللي انت تقوله في اغلاط لا 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 في واحد عبقري عجبني وايد سوى تجارب بالاميبوز حلو شارع الحبيب تري يوشيز يوشي واحد يوشي اثنين يوشي ثلاثة حلو يقول بشوف شلون صدق يتعلمون ولا لا شوف التفكير انزين حط يوشي واحد بالمود كنا فيه يتعلمون تباريهم صح؟ خليه يلعب وياك حط يوشي واحد كان يدش فيك مود زاد وايد دش فري فور اول 1 في 1 ليجمع فلوس لايتمات هذا اليوشي تعلم كل شيء حلو ياب يوشي نمبر اثنين هذا بس يباريه بطولة واحد ضد واحد ماكو ايتمات ماكو ولا شيء بس ستيج واحد فاضي الستيج وصل على ثلاثة من كل الفرات كاب يا بيوشي ثلاثة ما طق يقولك اول شيء يطقك بعدين خاف ما يطق يتعلم انه ما يطق تمشي يمشي يمك ما يطق بس خلاص يوشي هذا تعلم انه ما يطق بعدين حطهم يتبارون بعض يوشي اللي عارف يستخدم كل شيء ويوشي اللي بس يباري واحد ضد واحد زين وبعدين حطهم كلهم سوى تجارب قال هذا ضد هذا فعلا يوشي اللي يستخدم كل شيء لما المباراه الثانيه لو واحد ضد واحد هذاك يفوز اللي بس تعلمنا يباري واحد لما صار في ايتمات اليوشي اللي ما كان يلعب ايتمات ما عرف يستخدم الايتمات لما ينزل ايتم ما ياخذه ما يعرف شنو واذا اخذه ما يعرف يستخدمه يوشي الثاني هذاك يعرف شو يسوي اذا شاف مثلا تفاحه مع ان الفيلم صاروا كلهم 50 يعني كلهم 50 بس هذا كان متعود انه يستخدم ايتمات ويعرف كل ايتم شو يسوي واليوشي اللي ما كان يستخدم ايتمات ما يعرف الايتم شو يسوي يعني ذاك تلقى مثلا اذا شاف تفاحه والايتم مو قوي وايد ما يسوي شيء ما يروح له على طول بس اذا شاف ايتم قوي تلقى يروح له على طول هذاك ما يعرف شو يسوي الايتم حتى اذا خذاه يوقف شنو هذا ابداع هذا ابداع هذا ما توقعت هالشغله ترى شنو انا اول شيء حسبت بسببك انه راح يكون العكس النتيجه لا ويقول لك شنو اذا مثلا حضن ثلاثه ضد بعض تلقى مثلا اللي متعود انه يباري ناس يشوف انه في ثلاثه يعني اثنين غيره يوخر بعيد ينطهم يطيق جول يسوي استراتيجي يشوف تعلم من واحد يسوي الاستراتيجي هذا يتعلم منه ينطرهم يطيق جول يروح يطق اللي طاقته تصير وايد ابداع انا شفت سالفه الاميبوز شلون الناس قاعد تفكر الحين فئران تجارب شيء بط انا الحين انا طافتني الكونفرسيشن ترى احس قولي بعدين لا مستخدمين النمسيس لا هذا وايد حلو بس تقليد نوفلتي نوفلتي مو شيء جيمك يعني مو شيء بس انه صدق يتعلم انا صدق يتعلم بس ترى تخيلها شنو في بعض الناس اتوقع ايش راح يفكرون فيها انا ترى احتمال كبير راح اجربها اصلا ترى السالفه شنها بوكيمون بس فيجر ومسينا صح ترى الناس وايد راح يستصعبون راح يشترونه فقر ويلا تباري فقر تدري ان الناس وايد ما كانت عجبتهم فكره بس مستخدموها
وايد عجبتها. ما ادري انا قبل ما استخدمها متحمس صراحه اني انا كلش ما كنت متحمس بس عقب ما شفت التجارب هذه لا في شوي حمص اوكي ودي اجرب. ما ادري انا للحين انا حمص للحين مقتنع ان باخذهم كفقر يعني كفقر مو مقتنع فيها في 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 حركات حلوه انا وياك ما نشوفهم وما يشوفونه بعدين للامانه صراحه بصدق لهالمستوى تعبانين على سافه الاي اي مال الفقر في في حركات الدعم. اه يلا احمد باري لا هو كفكرة حلو كفكرة حد تخيل انت بالديوانيه زين وتينا واحنا قاعد نلعب اربعه يا شباب ابي ادخل الاميبو مالي على اساس على طول نشوتك لا عدو يقولون صدق ترى يصير وايد صعب شنو اذا قاعد تباري اميبو واحد راح يتعلم لعبك الاميبو صدق يلعب اوكي اوكي مو صدق يتعلم انت في شغله الاميبو عنده اياه غير عن الستوك شخصيه الستوك انت تدري صح لا انا شيء شنو ستوك شنو ستوك الشخصيه العاديه لما تي تنقي الشخصيه راح تكون على برمجتها مال اللعبه لما الاميبو ينقي الشخصيه كل ما يلفل الستاتس مالته يزيد تزيد الباور يعني مثلا انت عندك طقه بلا بلا يعني بلا يعني السماش مالك اذا انت نقيت يوشي والسماش مالك سويته تشيل 12% اذا الاميبو يسوي السماش عادي يشيل 30% اي شيء اي هذا الستاتس يزيد عندك لا ليش مسوينها كذا عاد هذه اي آه المساله مو مساله شطاره هذا متاكد منها مليون بالمية اه اي شيء في ستاتس شلون السماش رن ضاعوا نفس الشيء انا في ايتمات تصير لها كوب هم نفوز عليه هم نفوز عليك انا عاجبني يقولك انه يتعلم الباتر مالك اذا انت تسوي حركه معينه يتعلمها مؤخر عام اذا هو ستوك خلاص عدول فيرسز اذا هو ستوك لازم هو يلفل عشان يتعلم عدول شو يسوي اذا هو ستوك مليون بالمية مستحيل يفوز اذا هو ستوك اذا الستاتس ماله ستوك انا اللي عاجبني انه صدق راح يتعلم البتر مالك ولا لا الحين راح يتعلم الخدع مالتك ولا لا هذا يعني صدق صارت يعني فعلا مضبوطه شيء غريب راح تتعود او تتعلم من اغلاطك ايه ما ادري انا كلش مو مقتنع هي سالفه الستاتس هذه بشكل عام إيه. بشكل عام يعني الموجود ترى اي لعبه فايده تحط فيها السالفه فيها الستاتس ترى تخرب اللعب تخرب انزين وهذا شيء محور من المزايا اللي موجوده بسماش 4 عرفت في ايتمات تسوي لها كويب يعني في ايتم مثلا يقول لك ريدوسز ريكفري لاج يعني غير انه يعطيك ستاتس في سبيشل افكت صار حق الاميبو بس مو حق الاميبو لا تقدر انت تسوي له كوب سالفه الكاستم موفز في كاستم ايتمز تحطهم حق الشخصيه غير الكاستم موفز اوكي شغلات وناسه مو بس ما حد راح ياخذ على الموضوع جد هذا الاميبو لا بس انا قاعد اقول لك انا على اساس كذي مو مقتنع يوم تسالوني ليش ايفو بطوله ايفو اميبو حبيبي تعال صار هايب اكثر من بطوله الناس ما اعتقد صعبه اي اي مور انترستينج عاد هم منعوا الحين بروجكت ام ببطوله ايبكس اي قالوا سماش 4 شالوا بروجكت ام من ايبكس سياسه اكيد مليون قالوا يعني شنو بروجكت مو سياسه قالوا اشكره هاك حق يعني هي مو مسألة إنه والله أعطيك نغزة لا قالوها أشكره أوكي لا وشان ليش يمنعونها عشان لعبتهم أساس لعبتهم اللعبة الجديدة لأن أم مضبوطة أكثر حق البطولة وايد وشوية المهم يعقوب أعطانا الأخبار ضبطناك عاد أعطاناك وقت وايد والله عاد يعني ضبط دعوة يعني ضبطناك طبعا ايتاكي قرأت تصريحه امس مال دبل ستار عنده تصريحين بط لا وهما ان محاليا شغالين على لعبه جديده اسمها دبل ستار حق الويو اللي شكلها جدا انا لما شفتها يعني شكلها تعيسه جدا يعني جدا كئيب جدا جدا هم يابوهم لا هم يابوهم ب تري هاوس ستريم بإثري اللي طاف على اساس ان يعرضوا اللعبه عرضها شكلها اكشن جيم شوتينج مع ميلي اتاك اركيدي بس
بس ما كانت تشد يعني نهائيا. انت زعلان فالحين طلع اساس انه يذكر الناس ترى انا موجود احق اسوي لعبه تنزل السنه الجايه ان شاء الله. ما غطى تصريح فيسبوك من فيسبوك بيج مالهم. زين انا اتحدى كول اوف ديوتي وجيرز اوف وور اصلا هذا كله ما له شيء الا هز بلوفد هيلو. بلوفد هيلو هذا انسان فاهم الحاله هذه انا انا احيي. زين فش اسمه يعني قاعد يحاول انه يطمن الجماهير لان انا ما ادري شنو الجماهير اللي يحاول يطمنها حاليا بس انه شنو يطمنهم ان اللعبه شغاله حاليا شغالين عليها بشكل انا كله. ودي لو يمكن ما اشتري اللعبه بس ودي لو يصدمني الناس ما صدمني يمكن يصدموني بهارول ووريرز. تذكر اول ما شفنا هارول ووريرز شلون كان شكله تعيس اي لا 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 هارول ووريرز اشوف منهم سوي لما حطوا الديمو ولا مره كان في سكرين تيرنج ولا مره كان في فريم دروب ولا مره كان اول مره شنو شوف اول ريفيل حق اول ريفيل حقه كان خايف مشاكل تقنيه فيها ايش كذا ما اذكر اني شفت مشاكل انا ما قاعد اقول لك اذكر قاعد اقول لك روح شوفه روح شوفه لا تعتمد على ذاكرتك روح شوف لا بس دبل ثيرد غير دبل ثيرد لا يعني انا ودي يعني لا تقارن دبل ثيرد انا ما بيتحكى عن مشاكل تقنيه انا بيتحكى ان اللعبه مو انترستينج انا ما شفت شيء انترستينج عرفت يعني هذا من اللي انا شفته بس من تري هاوس ستريم عرفت يب اتمنى انها تغيرت او يعني كالعاده هم يعني ما حطوا لنا شيء كلام ناري البني ادم هذا والله العظيم ايه ذكرني بتاكاكي اول يعني يعني اسلوبه كان قط كم قطت ان اللعبه هذه راح تغير البشريه الى الابد ما شنو ايش قاعد يقول الموتيفير مالهم هم ناويين انه يعني الموتيفير مالهم انه يغيرون معنى وراح يصير بوش سيلز الويو وراح طوف شوف تعجبني دقة مليون لا ما يتكلم عن السيلز هو لا لا هو ما هو يدري عن السيلز إذا بتغير البشرية يعني معناته لا هو ما يقول سيلز هو أكثر شيء مكايلي لا تتكلم عليه سيلز بس يعني كأفكار أنا أتمنى تغير فيها شيء يعني من اللي أنا شفته بيثري صراحة ما كان جدا سيء كلش كان ما يطمن خلينا نشوف يسوون يمكن يطلع منهم اللي شاري الإكس بوكس 1 لا والله ما في ما قريت مال ديدرا لايف ديدرا لايف شيء لا أنا ما قريت التصريح هذا شنو كالعادة شنو التصريح نار قال لهم خربوا لعبتي بالضبط تقريبا بالضبط زين قال أنا يوم سويت ديدرا لايف مع ديدرا لايف حاليا قاعد تبيع أكثر من أيام أول كنا آخر واحد سواه الرابع كنا آخر واحد سواه على 360 كنا الرابع يمكن يقول هذا يقول هني انا حاولت اني انهي السلسله ويعني الشخصيات هذه خلاص نفس المشاهير من يكبرون شيبون فهذا شيء حزني فانا ابي السلسله تنتهي عاد هو صدق المفروض انه ياكل لان ديد اور لايف 5 باعت اكثر من اي فيرجن من قبل لا بس هو يقول انه خلاص يعني حتى بطولات قاعد يسوون عليها اول ولا حتى لقفوها وي السلسله لازم تنتهي الكرييتر هذا مالهم اللي حاليا قاعد يسوي لعبه ما يندر عنها سافتها الويو يلا لازم تنتهي لان صارت مبيعاتها احسن من مبيعاتها اول فلازم تنتهي انا اقول اقضب مينونك لا ايك اين منه المهم عندنا شو اسمه اللي شرى اكس بوكس 1 على لونش انا وصل لي مسج من الاكس بوكس لايف انه شنو راح يدزون حق الناس كودز حق لعبه ليمبو على الاكس بوكس 1 ببلاش حق اللي ما لعب ليمبو او ما حصلها من قبل يقدر الحين ياخذها ينزلها ببلاش طبعا شيء كود على اكس بوكس لايف تلقونها فري كود يدزون لكم كود اكسبيرينس تعذيب وفوق هذا انت خوان تعذيب وفوق هذا طبعا انزين المفروض يدفعوا لي فلوس عشان العبها مايكروسوفت يحتفلون بمرور اول سنه حق الاكس بوكس فقاعدين يوزعون اشياء ببلاش يقطون اشياء ببلاش يمين يسار حق اليوزر بيس طبعا من الاشياء هذه وول بيبرز واتشيفمنتس وهم بعد شوز لا في حلقات من دراجون بول خلوها ببلاش في حلقات في اكو موفيات خلوها ببلاش انا وصل لهذا اقدر اسجل انا طالع انا ما ادري اذا هو لوك عندنا كرانشرول مو كرانشرول اكس بوكس فيديو لازم جولد ما ادري ما ادري اتوقع بس بشكل عام قاعدين يوزعون اشياء ببلاش انت حاطط شنو ايلك مايكروسوفت مو مبطل ما ادري انا ما جربت الامانه كرانشرول يشتغل كرانشرول ما يشتغل شو انا جربت الترايل شغال على شنو على الفيتا اشتغل إيه؟ قاعد تنزل حلقات وطالع شفت حلقه ساعه مش كذا كان عندي ترايل ساعه الحين خلينا نجرب يمكن يغيره اي لا البلاي ستيشن 4 جربته كنت اطالع سامبلز إيه؟ كنت اطالعهم عادي حتى فكرت اني اشترك يعني عموما هذا مو كنترول حسب علمي بالاكس بوكس فيديو زين الفيديو ما توقع في اكو فري رنتل حق موفي هيلو 4 فورورد انت دون هذا
حاطينها الحين ببلاش بالاضافه الى حلقات من ما شفت المسلسل ما ما تكلمنا عنه بس يتكلم على هيرو شانل هيرو شانل الابداع زين كونتنت انفنت بالماستر شيف كوريكشن صدق خلينا نتكلم عن هيرو شانل لان شيء صدق صدق قوي صدق وايد قوي في شانل يعطونك اياه تنزله عن طريق الكود بالشريط او تدش ضمن الستور تحصله مو متاكد ان لازم هل يكون عندك اللعبه عشان تنزلها لا لان شنو لازم قالوا لعبه شنو قالوا مو متاكد المهم الشانل اسمه هيرو شانل تدش داخله يحطون لك فيديوهات يعلمونك عن يعطونك تبس على الخرائط تخيل يجيونك المطورين يقعدون ترى الخريطه هذه في نقطه لو تنط هني تحصل سلاح هني ولو تنط هناك تحصل سنايبر هناك وهدفك انت عشان تتحكم بالخريطه هذه انك تجيب السنايبر هني بهالوقت هذا لما يصير له سبون تخيل بشو شغلات تكنيكال وايد وايد حلوه طبعا تقدر تشوف المسلسل المسلسل احنا ما شفته هذا الهيلو نايت فول كله ببلاش هذا صار بالشانل يعني المسلسل المسلسل اذا انت شاري اللعبه تقدر تشوفه ببلاش طبعا نازل كله ولا حلقه حاليا نزل اربع حلقات وراح يظل ينزل لان قصته راح تصير بين هيلو 4 و 5 يعني بريدجينج حق الجزء الجديد زين وفي سوالف الاي سبورتس مال اي سبورتس بيطالع ستريمز لايف ناس قاعد يلعبون طبعا اذا كان شغال زين تلقاه هناك يعني حط ضمين لك كل هالاشياء هذه بمكان واحد تبي تقرا عن اللور عن القصه عن القصص العالم والسوالف لحظه بط شهر 12 بيتا مال 5 اي شهر 12 البيتا مال 5 واي واحد شهر المستر تشيب كولكشن يدخل البيتا خلي شغله خلينا نتمنى ان شاء الله ما سمعت فيك نتمنى انه يكون شغال عموما خروح على الخبر اللي بعده صح ماكو ريليز ديت حق فاين فاي صح السنه الجايه ماكو ريليز ديت في ليك ان تاريخ هو الليك الليجندري لا في ليك لا مو الليجندري لا في ليك جديد ان كان كم 15 11 او شيء كذي اوكي اخر سنه يا اخر سنه يا اوكي انزين غريب البيتا شهر 12 على طاري البيتا اذا عندك ذكروا البيتا مالها اعلنوا تاريخه اللي هو تاريخ في ذا كرو ذا ديفيجن ذا بطيخ وكلهم نفس الشيء ما ادري شو الفرق بينهم انا اصلا اي واحده ذا كرو كلهم العاب السيارات كلهم العاب ايفوني لعبه سيارات مالت يوبي سوفت اللي تكنسل عالم مفتوح انت ليش مصمم منها متكنسله ان شاء الله تتكنسل ان شاء الله يعني تاجلت وايد ان شاء الله ان شاء الله تتكنسل مو تاجلت ما حددوا وصل ريليز ديت خلي يكنسلون وياخذون هذول اللي قاعد يبرمجون ويسوون برنس اوف بيرجي ما حد برص كلها بيتشات ويطلع البرنس من غير وي يد من سوالفهم الثانية ماكو برص فيجا خلاص عدول الاي بي هذا انباع طبعا حالات يبيعونه على اساس انه على الاقل يشتغلون فيه ياخذ تكاكي يراويك البيت راح يبلش تاريخ 25/11 بس هذا اللي بنعرفه زين هذا شنو اللعبة السيارة اللي ما كانت كامله اللعبه بتنزل 2 ديسمبر اوكي لا كان في لعبه مأساة وين شو اسمها اللي المشاكل اونلاين اي ترافيك كلوب انا بالي هذا البرنس جميل شايف الصوت اللي يشتري حق الحمام وهز ضف في روحه شيء من هذا عدل؟ اي عدل المهم خلص الشوط الاول 2-0 السعوديه على الامارات وشوفكم بشوط ثاني اتمنى ان احد كيرز يعني وي دونت صدقك انت لا احنا يو لا اللي قاعدين هني ولا واحد منو اللي همه؟ I don't care. يو يعني يو مو احنا قوي بس المستمعين اكيد في وايد لا اكيد في مستمعين بس من الحلقه راح يكون خلص كاست ما ادري ريترو اكتف بودكاست انا ايش لايف يمكن واحد يمكن كويتي قاعد يسمع بودكاست ومو مهتم بالوضوح بالمريخ عرفت شي ما ادري ايش صار كاس خليج شكرا لحسين كاس خليج زين كول اوف ديوتي كفرانشايز صار الحين يسوى فوق ال 10 بليون 10 بليون بالباء اوكي بالباء مو انا مو منشول وقلت الميم باء لا اوكي فلوس وايد 10 مليون كول ديوتي تيب فلوس وايد كثير وللحين تيب فلوس وايد كول ديوتي وهم بعد كرقم يعني خلينا نقط رقم زياده وورلد اوف ووركرافت سبسكريبشنز من بعد الاكسبانشن الجديد وصل فوق ال 10 مليون يوزرز طبعا اللعبه للحينها بيد شهري باكسبانشن واحد صك فوق ال 4 مليون مو نيو ريتيرنينج سبسكرايبرز قبل ما ينزل الاكسبانشن وصلوا 500,000 يوزر جديد هذا قبل ما ينزل الاكسبانشن زين وورلورد اوف درينر زين الحين بعد الاكسبانشن صكوا ال 10 مليون صكوا ال 10 مليون طبعا حاشهم دي دي او اس اتاك سيرفرات طاحت مده اسبوعين اي تقريبا وزادوا الكل اعطوهم 5 ايام مجانيه حق الكل عشان كاعتذار يعني فا والله ووركرافت ما راح تروح مكان يعني
10 سنين ترى صار لها 10 سنين 10 سنين يب فاينل فانتسي 11 صار لها 12 10 سنين وللحين قويه ينزل اكسبانشنز نعم لا وشكله للحين مو مخلصين ترى ها بعد ريض ريض يعني حيل ريض ناروتو ناروتو ضبطوا لك 15 سنه 20 سنه اكسبانشنات ما ادري بالنسبه لي هذه اخر الاخبار في اكو اكسبانشن وايد قوي حق شو اسمه وار فريم ابديت وايد كبير ضافوا الحين حروب فضائيه بالطيارات يعني كل مره يضيفون اشياء جديده بالمره وور فريم هاللعبه المجانيه المجانيه اللي وايد متروس شغلات واحس الابديت الاخير يخرع حاولت العبها تونس بس مو فاضي لا ولا كذي ترى المنيو ماله تعبان تعال اعلنوا غيروه كله 20 مره غيروه كله حمد اعلنوا عن جست كوز 3 يب ايه استوديو افرانش شغالين بس مو استوديو افرانش الرئيسي استوديو افرانش الجديد اللي بطلوه بامريكا بلوس انجلوس كنا شغالين على جزء جديد من جست كوز اللي هو الجزء الثالث من العاب المينون اللي ما لعبتها وسكوير قالوا انه في احتمال يبون يحطون فيها ملتي بلاير عن طريق الشنرا شو يسمونه كلاود جيمنج مالهم ملتي بلاير عن طريقه الظاهر لان قالوا انه راح يتعاونون وياهم بس ما قالوا هل هو راح يصير عن طريق الكلاود ستريمينج ما ادري ف اعتقد انه راح يصير في ملتي بلاير طبيعي بس يعني جيم انفورمر كانت كان الكفر مال مجلتهم هالشهر جست كوز 3 ف والله العاب اللي جست كوز 1 جست كوز 2 كانت روعه انترستينج غريبه وايد فيها اشياء كجيم بلاي الحين هوك شوت على طياره نفاذه شيء ابداع هوك شوت على عرفت هذا مال برمي غاز هذا اوكي بطه تحط الهوك شوت عليه وتربط نفسك فيه ويطير فيك تنزل باراشوت اللعبه كان فيها حركات وايد تونس يعني عموما هذه اخر الاخبار انا ما ادري اذا طوفت شيء مهم صار الفتره الاخيره انا في بطوله بوكيمون من الكويت اي سالفه هذه اخبار محليه بوكيمون اجمع بطل ليو قاف يمكن بعد القاف بالصدفه طلعت عليه يعني ما بوكيمون تورنمنت بالاي او كي جامعه استراليا اي لعبه ما قالوا بوكيمون اكس واي متى زين تاريخها شو راح تكون تاريخ 27/11 27 بعد 4 ايام اي يعني عاد ما يندرى ايش لازم ننزل بودكاست قبل على اساس حسين زين راح تكون بطوله من الساعه 4 الى 10 بالليل زين الدخول ببلاش زين المركز الاول عاد راح يعطونا 3 دي اس سماش اديشن مع لعبه هذا بوكيمون الجديده بس انت مو تقول 3 دي اس مالك ضاع يلا دش روح العب بوكيمون ترى إهانة جاهينك راح بارد الناس بالهواء لا لا مخك قوة دماغية ليش أخذ أنا كان عندي بوكيمون كان بوكيمون أطلعه أخذ شو اسمه مرات الشباب دش لهم والله عندي بيكاتشو اللي بتسعين بيكاتشو دش أخذ مرات الشباب إذا تقدر تشوفوا التفاصيل البطولة يعني من الصورة اللي صورناها بالإنستغرام بعد شيء محلي ماكو سماش ماكو سماش ب 20 دينار اللعبه بروحها من غير البندل من غير الهب دقت الهب هذا اللي صار اغلى من اللعبه الهب اغلى من اللعبه والله هم عاد وسولد اوت كل مكان يعني والكل يبي مو عارفين يعني معقوله صار لهم سنتين قاعد يسوون ماركتنج حق اللعبه تسويق حق اللعبه مو عارفين اتوقع البرو كنترولر ما لهالدرجه سيء اتوقع انا ما ادري انا ما اجزم ما اقول سماش ما تلعب ما ادري بس اتوقع انه برو كنترولر انا بجربها برو كنترولر انا راح اعطيها تجربه يعني انا ما اتوقع انه لهالدرجه سيء لازم يده الجيم كيوب لازم السيستم برو الشباب ما كانوا يلعبونها بويموت ونانشك لا انا لعبتها بويموت ولا واحد كان عادي عادي تعود عليه تعود عليه انا كنت تعود عليه بس ما تسوي الاشياء التكنيكال يعني عشان الله هو الحين انت قاعد تلعب انت مع ايفو جريد بلايرز انت الحين عند ايفو ترى انت الوحيد عدول انت الوحيد اللي ماخذها فريم داتا احنا نلعبها الله طقيته قدام ايه طلع برا ايه
يعني. اوكي خلاص لعبوها انت وانا العب بيدة الجيم كيوب. ثلاثة اكيد يد الجيم كيوب خذها. انا عادي العب بالريموت. لا حد يوطوط على يدات الجيم كيوب. انا عادي العب بالريموت. اي ما انتوا كنتوا متعودون يلعب بروحه فريق عرفت انه ما تسمع انتوا متعودون على شيء عدول. لا تفلسفون دائما ديرنج. لا انا حقي كلهم. انا حقي كلهم بالضبط. يا ذا ماستر لا تفلسفون كلكم كاجوالز. مشكلة موتوا يا الكاجوالز بس تبي تطقون هي العبوا باليدات الثانية. لا تبططون صوب اليدات. اي واحد يوطط ترى بالصوت انا على الشط. انا ما عندي مانع. انا ريموت ريموت نوتشك حقي انا ما عندي. بيصير ام ال جي جريد يدش. اي ام ال جي جريد يدش مع عدل ولا يدش مع فريق لانه هو راح يلعب اربعه بروحه. صح على الشطكم بالصوت. اي واحد قرر. انزين يلا تفضل كومنتات. ترى ما شاء الله اسئله سبام تو الحين صوب بعد ثلاثه ما سويت ريفرش. نسوي ريفرش احنا عقب. اوكي على اخر شيء. على اخر يلا بلشنا. بلش بلش بلش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شباب عساكم بخير. الحمد لله بخير. شنو اللعبة اللي خذيتها من نصيحة واحد من ربعكم وما عجبتك بالأخير؟ كاثرين. كاثرين الليمبو وصلت. عليك بالعافية. هم الليمبو. من نصحك بالليمبو؟ حسين. حسين. أوكي. بس؟ عدل. بس. والله أنا نادر ما تصير. في بلا. خذيت في لعبة اندي اشترى لي واحد من الشباب اللعبة حتى اللي انت لعبتها اسمها يلدس ما ادري ايش يسمونه تذكرها؟ يلدس؟ ما ذكر يلدس اللي انا قلت عنها اللي قلت في مكان معلق فيه مكان الثلج. عرفت عرفت ايه هذه ما اسمها زين حتى انا نسيت. فالدس ستوري. ايه فالدس ستوري. اوكي يلدس. انا اللي ما عجبتني يعني مثلا عندك باتمان ودي ام سي. اوه باتمان ما قدرت العب. ما قدرت احسن باتمان ما بلعب كلش. ما قدرت كلش يعني قاعد العب وحتى الدي ام سي يعني ما قدرت اكمل. صدق ما في لعبه ببالي. في العاب. انا بالنسبه لي يمكن اخر مره كذي احد نصحني بلعبه وما عجبتني كانت على 360 ايام قريب اللونش يعني كان في لعبة اسمها فول اوتو. فكرتها انها تكون يعني سباق بس السيارات تكون فيها رشاشات وسوالف اسلحة تطقت يعني توست متل بس كانت سيئة يعني مو توست ما تقايش. انا توقعت انها راح تكون نفس توست متل او كلش 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 يعني تكون نفس فيجيلانتي 8 بس للاسف ما قايش. وكانت وايد اوفر هايبت ايامها ما سمعت عنها ما ذكرها كلش. فول اوتو هذه فول اوتو اسمها. بس خلاص بيشوف ماك شيء غير كذي يعني نادر ما احد يصحني شيء وما يعرف ذوقي يعني. انا يمكن اللي يعني الحين خطر ببالي واو ده شيء هذا شيء صحاك واو ما جبتك ايد لعبته انا هذا كنت العب فاينل هذا مره. ايه بس لا فاينل ما طولت فيها اصلا انا كاجوال يعني مو امرجي تعال صح بعد فيه ما لعب خمس كيبوردات وعشر موسات على طاري امرجي في شو اسمه في بلاي ليست بهيلو ماستر شيف ام ال جي رولز هيلو 2 ام ال جي رولز اي دش ام ال جي دش كلهم عدول كلهم عدول يلعبون جيم كيوب كنترول يلعبون جيم كنترول كنترول زين واو انا ما لعبت حاولت ما قدرت اتقبلها ها بداياتها تقريبا مع ان انت تحب وور كرافت يعني الاستراتيجي كنت تلعبها صح؟ ما اعرف لا ما اعرف اوكي ما اعرف العب استراتيجي كلش انا يمكن بعد عوار راس هذا اللي خلاني ما انا بعد يمكن مو انصحوني اني اخذ اللعبه. في مرات الشباب مثلا يبون يلعبون مولتي بلاير يقول لك تعال جرب يعني مو ما يقول لي مثلا اشترها يقول لا العب ويانا نبي يعني شاركنا. اذكر تيم فورتريس والعاب الشوتينج بشكل عام انا ما انت ما تلعب شوتينج انت ما تلعب شوتينج اصلا اول كنت العب شوتينج انريل بس انريل لعبت بعد باتل فيلد 2 انت باتل فيلد غير باتل فيلد مو شوتينج لا لا باتل فيلد لعبه اولمبيكس عشان تركب فيه باتل فيلد تشكل اكس عشان تركض بعدين تطق ال ار عشان باتل فيلد مو شوتينج غير بدون انزين سؤال واحد يقول لي باتل فيلد مو شوتينج الثاني يقول لي كل العب سباق ايباد والله بعد باتل فيلد استراتيجي مو شوتينج لو سمحت. صدق الرسم العاب الرسم يعني سبس رسم العاب الرسم كلهم ايباد صح ايباد صح صح, صح. كلهم العاب الرسم ايباد كلهم انا وياك لا تدقق وايد لا صدق العاب السباقات شوف رسم الايباد
اتحداك. اوكي عندنا الحين الماجد الله يقول السلام عليكم شباب كيف حالكم؟ هذا التعليقات من وين؟ من الموقع. الموقع من الموقع ماكو شيء من يوتيوب و... لا احنا ما عندنا يوتيوب. عدول الملخبط بالشوز. انزين كمل. صح. يقول بما ان الحلقه اللي طافت كان السؤال اللي سالته صعب، هالحلقه السؤال راح يكون سهل ان شاء الله. السؤال هو من هو الشخص اللي خلاك تدخل عالم الالعاب؟ بالنسبه لي كان خالي يوم كان عمري 4 أو 5 سنوات. في ذلك الوقت كانت اول مره شفت فيها جهاز العائله، كان حزتها يلعب ميجا مان. الشعور كان خليط بين الصدمه والحماس والسعاده، وهالشعور الحلو لا زال عالق في مخي للحين. اوكي لمبه طفت. اوكي مخك عاوز كذا. اوكي انا نفسك بس بدال العائله خل كمبيوتر صخر. اتوقع جراديس، مو متاكد، اتوقع جراديس. هما هم شيء بس ما حاشتني شعور هذا، كلش ما حاشني. انا ما كنت مستانس وايد، كنت منصدم شنو هذا. انا لا انا كنت احس بسعاده مو طبيعيه. انا اول مره شفت جراديس ما حاشني شعور فناسه. لا ديمو البدايه، فيديو البداية، في انترو صدقك ما ادري. انا اذكر سيجي. انا اذكر اخوي بس ما اذكر على يعني هو شرى شيء وما يلعب جيمز يعني كان بيجرب الجيمز، كان بداية السالفة الجيمز. ما ادري اي جهاز هو شرى ما عجبه يعني شرى ولا يا وايد شغلات بالدنيا كذي زين ما عجبه هو عشان انا انت تاخذ البقاء عشان اوه عشان استولي على كل شيء خلاص من هنا يعني. كله هالي كله هالي اللي تحس انه ما تدري ايش السالفه، مو مكتوب لك بس فجاه يطلع مكتوب لك. وين هني دشيت عالم الجيمز؟ نعم وانت ما كان عندي اركيد. اي يا عمي والله والله يا عمي يعني انا ما كان عندي كونسول حزتها. شنو اللعبه اللي وللحين ما لعبت موسيقى؟ لا لا هو على يوم شو اسمه الانيس كان عنده، كنت اروح لهم البيت هناك العب معاهم ماريو. طبعا العب يعني احط بالحسره احط كوتيشن يعني كنت اطالعهم يلعبون ومن هالطريقه هذه انا كنت العب يعني العب بالنظر. زين انت الحين فيديو جيمر مشهور بالكويت يعني خلاص غير الحين. المهم شو اثرت عليك الشيء هذا؟ نعم نعم نعم. وين كنت شلون صرت؟ المهم انه كان كنت اروح لهم البيت العب معهم ماريو ويويو هاكشو والسوالف هذه. بعدين حصلت الجينيسيس. يس هذا كان اول جهاز كله هالي اخذه انا ليش عليه ابي هذا. هم اللي خلوك تدش عالم الجيمز؟ اي لان ما كان عندي جهاز بالبيت. أوكي. يعني يمكن كان عندي اتاري بس ما اذكر مالت منه. ما لعبت ما خلوك تلعب بس عطوك مستقبل باهر. يعني لا شوف الأمانة خلوني ألعب بس كانوا لأن كنا وايد أحس واحد فيهم يسمع بودكاست عرفت للأمانة بلا خلوني ألعب. لا يسمعون ما يسمعون ما أدري بس ما كهيت مين خلوني ألعب بس شنو كان وايد ما شاء الله. ياكوب أندرسكور اتش. لا من أول ترى إحنا هم كانوا ما شاء الله وايد كنا ننطر. تخيل لعب ماريو تو بلاير مود وإحنا كنا يمكن 9 قدام الجهاز. اوكي يعني انطر الدور يعني باليمعه هذه يمكن يعني العب 3 مرات. نعم شويه بعندكم احسن من دخلك الجيمز. انا قلت سم صخر صخر اخوك اخوي اخوي انا عمي يوم سافر خليت الجيم بوي ماله. انت خليت الجيم بوي ماله انت تبي برايت هيستوري فعدون ماكو لا بعد سافر وما يبي سافر فعلى طول محط الايد هذا حقي هذا حقي انا متاكد انه ما اعطاك اياه. لا لا اعطاني اياه صدق. اي والله زين مع كان في بعد هذه جنطه سحاط ايوه يعني ماخذ الباكج كامل يعني ماخذ كيكج جنطه لك فبعقوله صد جيمر ما هذا السؤال بعد اللي بعده عثمان يا هلا. شخص من العالم الحقيقي ودك تحبسه في عالم لعبه؟ تحبسه بعالم لعبه؟ انا ما عمري ما حققت على احد اسوي لي شيء. عدول حطه دايفل دارك سولز ذا ايفل وذن. عدول حطه لا عدول حطه مارو سانشاين ليه خلاص شلون حطه مارو سانشاين وتهد على طيور ماكو ما ادري تهد على طيور تحط برمج الطيور وهو عنده فلد عرفت شلون ماي زي يحاول يطيح ماي عدل ما بيطقهم ماي هذا هو كيفه مرة سنشان كول اوف ديوتي يحط طيور بدال الناس اوكي مو حط هذا سلاح مال جيرز عرفت الليزر من الفضاء والله الهامر اوف دون زين عدل حط مرة سنشان احسن من كذي ماكو
يعقوب اخذه زين لازم تاخذني تاخذني حبيت كذي على اساس يعرف ايش كثر الحمام شيء مقرف تاخذه وفي لعبه اسمها لعبه على ستيم غبيه اللي هذا لاف نوفل بس تحب حمامه لا 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 تاخذ يعقوب وتحطه هناك وتخلي الحبيب حمامه سمعت فيها سمعت فيها الهي على اساس تعرفون ايش كثر الحمام شيء مقرف شو اسمه اللعبه مرات عدل انت تعرف اشياء وايد مو زينه سمعت فيها هذه انا عندي جواب قوي ونعرف احنا من زمان علاوي اول وحش بكازلفينيا علاوي قنبة علاوي قنبة مو قنبة لا اول هذا اول وحش بكازلفينيا الموت الطقه اي هذا ابو خفطه وحش واحد يفتح بس طبعا تحياتنا لعلاوي شنو نكنيمه وحش بطقه زقه اي سي 3 حتى ما اعرف نكنيمه شنو نكنيمه شباب نكنيمه اي زقه اي سي 3 اوكي ايه بس لا هذه مالت البجن خذها مش اسمها وحط يعقوب فيها نعم اسمها راح اطيح بغرام حمام حمامه نعم اسمها ليش كا مو يطلعون ناقتي يا ناقتي نفس الشيء بس على حمامه انا بغري حمامتي يا حمامتي ها اسمها هاتفول بوي فرند حطها حق ما بيحط شيء طبعا حطها حق يعقوب دول خلصها شكلها خمس مرات عرفت حطها ما في شيء حمامه انما ايه في حمامه على قلب بس ما في شيء انا صدق ما في شيء لا مو معك مو لازم مو لازم كمل سؤال لا لا بس خلنا نفكر بعد شنو وين ممكن بس خلاص حطيت لي لعبه حمامه لوف ستوري خلاص شو اسوي لك يعني دقيت انت وين ممكن نحط بعد الحين ادق على شيء ايش حمد عليك لا عليه خلصنا منه انا بقول شيء بس المفروض ما اقوله بالبودكاست بعدين صار لنا حجارات ما تنقال بودكاست خلاص لعب اخر حق اللي بعده بعدين بندر الدلي يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام كيفكم شباب الجيجي ان شاء الله تمام الصحه والعافيه ويعافيك اشكركم على الحلقه السابقه للبعد الاخر وصراحه ما في شيء جديد ما في شيء جديد يعني ينقال يعني شيء انه حلقه حلوه يعني تمتدون كالعاده الله يقويكم مشكور زعل بيشو ماكو شيء جديد انا قاعد اشتغل ليش ماكو شيء عرفت الموسيقى مال سوماي ار بي جي هذا اليوم شوف يبكي فرديس زين فرديس امتعتنا كالعاده الله يقويكم في حلقه اليوم ودي اسالكم عن شغلتين لا احنا ننقي سؤال واحد هو بيسالنا عن شغلتين ما بيسالنا سؤالين بندر صدنا اذا شو اسوي انا لا خلينا نشوف السؤال اشوف طبعا الجج يعقوب الجج يعقوب نعم الجج يعقوب اوبجكشن قاضي القضاه شوف ها شو يقول القاضي اول سؤال يعني مو عاجبك جوابه وايد بديهي السؤال الثاني احس راح يفيده اكثر اروح الثاني على طول اي روح الثاني باختصار السؤال الاول اي السؤال بعد عشان نجاوب بس عشان ما السؤال يقول ايهما افضل في العاب القتال الكنترول العادي او الاركيد ما له علاقه لان اشتريت تحكم الاركيد وجلست فتره طويله احاول اني اتعلم عليها بس ما ضبطت مو على طول وانا اللي تجربه طويله مع العاب الفايتنج ايام مورتال كومبات وتطبيق البروتاليتي مع كنترول السيجا الاسطوري طبعا وقتها صاحب الست ازرار زين جاوب باختصار بس السؤال يعمل له اي يعني اقول ايهما افضل في العاب القتال الكنترول العادي او الاركيد ما له اي علاقه انت واللي متعود عليه اللي فاز بايفو السنه اللي طافت والسنه هذه كان يستخدم يده بلاي ستيشن 1 فاركيد ولا الاركيد يبي له مجابل يعني انت ما اذا تبي على التعود مو على التعود بالضبط انت اول شيء يبلك يعني الاركيد ستيك انت يبلك جابله تجرب تتعلم فيه لان ما راح تي مني وطريج تسوي هدوكن وتفوز يبي لها حركه اصابع غير عن يعني اكثر من اليد واغلبيه اللي يستخدمون الاركيد ستيك تلقاهم قبل يلعبون اركيد بالضبط وهم صغار بس ما يمنع احد يتعلم بس هي يبي لها صبر يبي لها صبر في وايد صح يبي لها صبر يعني ما يمنع احد يتعلم ويتعلمون بسرعه بس يبي لها ما في فايده ما في ادفانتج على هذه على هذيك لا قاعد اقول لك اللي فاز بايفو اكبر بطوله بالعالم يستخدم جابر بلاي ستيشن 1 يعني التحكم الاخير اللعبه نفسها اللي فاز ببطوله الكويت بتكن البحريني تكن عمر ترى تلعب يد بلاي ستيشن بس في شباب يلعبون اركيد 6 يعني وايد يلعبون تكن بس يعني يعتمد على شنو ترتاح له بالضبط الاركيد ستيك يبي له جابر ما راح باليوم وليله تصير مستشنال نعم نعم صح اللي بعده روح عندنا صالح اليوسف يقول السلام عليكم جميعا هلا صالح شنو مخططين تشترون في البلاك فرايداي
انا ناطر هارد ديسكات الهايبريد. ابي مشكله ماكو 2 تيرا، كله اشوف 1 تيرا 1 تيرا 1 تيرا حق البلاي ستيشن 4. اي لا، لان في سبيس خاصه حق الهايبريدنس. لا اقول الهايبريد انا ابي في شيء فوق ال 1. انا يمكن اللي شفته اكثر شيء 1.5 تيرا، ابي 2 تيرا ما فكر. ما شفت 2.5 انش انا ما اذكر. ذاك اليوم صاحبنا الجيك يقول ما له داعي انت اذا جربت الاس اس دي الهايبريد ما فرق. الهايبريد فرق عن الاس اس دي بالبلاي ستيشن 4 ترى ثانيتين. وقت شويه والسعر يفرق وايد. انا باخذ حق البلاي ستيشن 4 فالسعر يفرق وايد. اخذ لي اس اس اتش دي اللي هو الهايبريد ارخص لي وبس فرق لودينج ثانيتين. انا شفت له فيديوهات صدق ما يفرق وايد. كلش ما يفرق وايد بينه وبين. ما ادري اذا في 2 تيرا، ما ذكرني شفت. انا بعد يمكن اشتري الهدوم من امازون، شكلي بجرب. ها بلاك فرايداي. بلاك فرايداي مسوين بلشوا ترى. وفي هو الاسبوع الجاي اوفشل ما راح يقول الاسبوع الجاي، يقول بلشوا اسبوعات بلشوا الحين في السوق. هم يسوون شنو كل يوم عرض ليه بلاك فرايداي اللي يسمونه هم تسخين. اوكي وبلاك فرايداي هو راح يصير فيه الطق. ايوه هو اخر وبعدين عقب البلاك فرايداي يوم الاثنين اللي هو سايبر موندي هم حق الكمبيوتر تلقى فيه. ماكو والله شيء ببالي انا شخصيا، ماكو شيء ببالي انا. يمكن اخذ هذه يسمونها بيشو المتر مال الليزر. اوكي شنو هذا متر الليزر؟ متر الليزر. اوكي قيس. اوكي مكان الجهاز اللي طافه يقول لك كم متر. اوكي حلو هذا حلو خوش تقول. لان هني اسعارهم سخيفه وايد كل الماركات ها وشويه لا نفس الماركه برا تنباع ب كم لقيناها 47 دولار 50 دولار تنباع هني ب 130 دينار. الله مسكين. نفسه اطلبها من برا حد الدوسه اطلب 20 وبيع. انت نسوي حلقه حق البار تولز اطلب 20 وين اطلب 20 اطلب كونتينر وسوي روحك وكيل. ما فيك سوي روحك وكيل عرفت ايش فيك وبيعهم كلهم زليون تطلب وتبيع. لا وين هذا شو اسمه في حقوق حق التجار حقوق اي تجار مساكين الحين هو شلون ياكل حق التاجر يدفع التاجر مال وارضيه مساكين. السؤال اللي بعده كم أصل الدخيل يا هلا. يقول سؤال كنت أسأله نفسي كثير. افترض أنك هجرت الألعاب لمدة 10 سنين. يقول مثال يعني مثال رحت تبيع مخدرات مثلا ولا صرت قائد الحزب الاشتراكي أو من هذا القبيل. ليش المثال هذا المثالين صعبين أصلا مسألة الخنفشارية شفيك. إيه صح. فيقول السؤال الخنفشاري شنو اللعبة اللي بترجعك لعالم الألعاب إذا شفتها اللي بعد 10 سنين ما أدري شنو هي بالضبط. لا 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 يمكن هي قصده شيء أنت حديت لا لا سؤاله أنت حديت ألعاب لسبب ما لمدة 10 سنين بعد 10 سنين شفت لعبة سواء كانت قديمة أو غالبا سؤال على شيء قديم إنزين شيء شنو الشيء القديم هذا راح يردك. يعني أقدر أقول هاف لايف 3 مو شرط يكون قديم بس إذا هاف لايف 3 راح يردك للفيديو جيت ممكن انا اتوقع اي لعبة راح اشوف بعد 10 سنين. انا قاطع 10 سنين انا اتوقع عن عليوي اكيد لاست جاردين هي اللي راح ترد. لا ترى هو انا قصده بالسؤال ان انت انسان موفد اون يعني عرفت يعني هديت الجيمز. شوف انا حاشني شيء سنين صدق ما لعبت يعني تقول تريبل اي جيم او لعبة مهمة يعني يمكن 7 سنين يمكن 6 سنين او اكثر. اللي ردتني كانت انشارتد بلاي ستيشن 3. كنت هاد الالعاب من 2003 2004 ما رديت على انشارتد لما كانت نازله انشارتد 2 فشوف فيها كم سنه يعني ما خاف انه قصده شيء ثاني مثلا لعبه انت لعبتها قبل ودك تلعبها مره ثانيه. لا 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 قصده انت هديت الجيمنج 10 سنين هديت الجيمنج شنو الشيء اللي شيء تشوفه بعد 10 سنين سواء كان قديم او وات ايفر جديد على حسب انزين يخليك ترد حق الجيمنج مره ثانيه. اوكي انا جاوبت. انا بالنسبه لي اذا شفت ستريت فايتر 2 سوبر تيربو اذا شفتها باي مكان صعب امسك نفسي ما العبها. اتوقع 10 سنين ما العب اخر شيء اشوف لي لو شنو اشوف لي انجربيرت حدش ارد عليه كاسيو اي شيء. لا الله لا يقول انجربيرت الله لا يقول يبغى جوابه اهو انت ايش تبي اهو. اوكي جواب الله لا يقول ايش حق جواب عنده هو الله ما ادري الله يقول. عندنا جيرو ستيشن يقول السلام عليكم. السلام. عندي اليوم موضوع يصلح للبعد الآخر. يا هلا.
اقتراحات ممتازة روح. بس شوي رجعك أيام التمني والطفولة. نعم. الموضوع يقول الألعاب تتمنى أن تكون موجودة وتعدل عليها أو تحولها من بلاتفورم إلى أكشن مثلاً أو أنمي تحولها إلى لعبة. شايكم بالفكرة الخنفشارية؟ يعني مثلاً رزدنت إيفل أحولها إلى ماريو مثلاً أو من شو اسمه من كاسلفانيا. كاسلفانيا أحولها من كاسلفانيا من الكلاسيك تصير مثلاً لعبة أكشن سووها أرادي مثلاً يعني من هالأمثلة قصدي. لا قصدي رزدنت إيفل. شنو تصير لعبة سباق؟ هي مو لعبة سباق أنا خلاص. مثلا كوماند كونكر تصير لعبه ترى هذا مو سؤال بلى لا هذا اقتراح هذا اقتراح اي ادري بس يعني خلاص خلاص هل نقدر نتحكي عن الموضوع هذا بالمستقبل نتكلم نتكلم بعدين ترى بلد ترى لا في احد سالنا من قبل وجاوبنا يمكن اخاف اوه بعد ولا يمكن بس احنا اذكر ترى يمكن مو صعب ان نسوي حلقه عليه بس يمكن السؤال ما كان خنفشاري هالمره خنفشاري لا هذا جرو ستيشن اسئلته مو خنفشاري بس كاتب خنفشاري فالحين حاشي شك ان جرو ستيشن هو نفس عاصمه الدخيل سوالف سوى كاونتين نصيدك من الاي بي ترى ها هذا سبليت بيرسوناليتي عرفت نصيده من الاي بي عنده سبع شخصيات 192.168.1.1 وهذاك الثاني 1.2 شخصيه مختلفه المهم السؤال يقول ما هي الألعاب اللي تمنيتها تكون موجودة؟ نعم نفس السؤال. لا هذا كان اقتراح الحين سؤال. اقتراح هو سؤال. وغرز. إنسيبشن. غرز. ما هي الألعاب اللي تمنيتها تكون موجودة؟ إنزين. بس هي موجودة. لا بس هذا سؤال. بعدين كاتب مثال تحت يعني. ليجند اوف زيلدا انها تكون طريقه اوكي هو اشرح يا كثر ما هو نفسه اوكي هو سؤاله وهو اوكي خلاص جاوبنا اللي بعده يعني قصدي انه يعني ليجند اوف زيلدا تكون طريقه جديه يعني تتحول اللعبه الى اكشن وعنف قلت له الظاهر ما لعبت هايرول ووريرز العب هايرول ووريرز يكون فيها يعني عناصر يبي تويلايت برنسس شيء دراما ما هو يبيها تصير اكشن ار بي جي الظاهر اوكي دارك سايدرز اساس اكشن ار بي جي دارك سايدرز دارك سايدرز ممكن اوكي تصير مثل دارك سايدرز زين المباراه قامت دارك سولز المهم يا كثر ما تمن يا ما تمنيناه ليومك واليوم واحنا ولا اليوم احنا نتحطم تحياتي هو بوكيمون يبي بوكيمون هم بعد هو امامو الله بوكيمون امامو يس الحلم العالمي امنية بيشو ايه انزين بيشو كريم ايه اللي ما راح العبها اكيد ما راح العبها خلاص بصوت ما راح العبها بوكيمون امامو حد عندنا الحين هشام بيكو بيكو بيشو حلم جديد بيكو تشان يلا أميبوز يا ابو دقيقه تفضل يا بيكو انا اقول أميبوز على بوكيمون انا اقول اي ترى انا ما استبعده ترى الحين انا اقول خشوا الاقتراحات الاقتراحات حق اذا سويناها حلقه ان شاء الله خشوا الافكار حلوه ان تصير حلقه سهل ان الواحد يشارك تفضل بيكو بيكو هشام يقول قوه شباب الله يقويك هشام بشرنا يا يعقوب عن الانمي اللي اقترحته عليك شفت شيء منه الانميات قاعد يجمعهم الحين قاعد اسوي لسته ف ابديت ليتر امشيك ما شفت مونستر لا ما شفته مع انه موجود اي لحظه اسوي دبل كليك بس لا شو اسمه قاعد دبل كليك بعدين شفت دليت على كل شيء وايد شباب دزولي بتويتر بعد الانميات اللي هم ينصحوني فيهم يعني فانا قاعد اسوي لسته الحين شنو الاشياء المتكرره اكثر شيء شفته متكرر ون بيس كله كل لا مو كله كل سوري اكامي كل هذا مو معقول هو في شيئين يدد فيهم كل اكامي هذا لا مو هذاك هذا اكامي هذا زين اكامي كل زين ما بقى شيء باقي اربع حلقات وخلص اوكي زين لو بدنا شيء يخلص هذا ممتاز شفت وايد في شباب صحيح جرينغريف لا انا اذكر شفته من زمان شفت منه حلقه وما اذكر عجبني ولا لا شفته كله نو زين يعني في شباب اعطوني لست يعني اعطوني وايد اقتراحات شنو الاشياء المتكرره وايد ما اذكر اوكي كمل ومشكله يعني شغلات قديمه وجديده فهذا شيء زين في سؤال ثاني ولا خلاص هو الحين ما عند سؤال هو قاعد يسال يعقوب شلون بس خلاص اللي بعد خلاص عطى السؤال اوكي راح السؤال على طول يقول السؤال لكم جميعا شو الفرق بين النيرد والجيك؟ الجيك هذا خلينا نقول النيرد هو الايفولف من الجيك شوش لا انا اذكر قريت يعني هم بعد خطر بال بس حكي من زمان اذا ماني غلطان هم وايد متشابهين
النرد والجيك. بس النرد هو اللي يعني خلنا نقول ان اثنينهم لفلهم عالي بالاي كيو. يا جماعه عندنا ويكي الكون. انا اقول يا جماعه ويكي الكون عدول خلاص بقول اذا ذاكرت صحيحه ولا لا. مهما تقول لا مصدق يعني لان ما راح تقاش مع ويكي الكون. النرد والجيك وايد اذكياء بس اذا ما غلطان الجيك اجتماعي يعني عادي مختلط مع الناس وبس. النرد لا دائما اطباعه غير عن يعني مو اجتماعي وايد فالناس تشوفه دائما هذا الانتروفيرت والاكستروفيرت. انا على حسب علمي عدو قال كلمتين ما فهمت بس هذا دليل على انه ذكي دليل على انه نرد لا ويكي المجره انا ويكي المجره على حسب علمي النرد يكون لا اللي يكون ينقال حق عرفت الحين انك يابو اكزارت من وين حق التقير النرد يكون من الاكاديمية يعني الجيك مو شرط انه يكون شاطر اكاديمي عرفت الجيك يكون مهووس شغلة مثلا جيك كمبيوتر جيك العاب جيك مات عن بعد النرد النرد تنقال حق مصطلح يكون مثلا بالمدرسة حق اكاديمية ما تنقال مثلا تقول لك انت يعني نيرد العاب هي كنولج انا هذا على حسب علمي هم على اختلاف. في اكو فيديو انا اذكر شفته بيوتيوب الفرق بين الجيك والنيرد اذا ماني غلطان كولج هيومر مسوين. ليش كلكم تشوفون الفيديوهات هذه؟ ليش انا ما شفت هذا قاري ويكي انزين كولج هيومر مسوينها شارحين طريقه الضحك شوفوا لان النيرد والجيك وايد متشابهين بس النيرد بزود الاكستريم جيك اللي يأثر بتعامله حتى مع غيره. بس الانتروفيرت والاكستروفيرت اللي قال عنهم عدول هذه شغلات شخصيه مو شرط تكون جيك او نيرد عشان تكون انت كذي. هل انت انسان اجتماعي او انسان منغلق متطحلب؟ لا لا انا ما قلت انه منغلق النيرد لا الناس ما تتقبله ك هذا حتى تنطبق يعني تنطبق بعد على اللي ما لهم علاقه بالنردين عرفت شلون. بس النرد عاده هو اللي يعني واحد كذي وسخ هذا تنطبق عليه ما تقدر تقول انه نرد مثلا اي هذا حد ايه. نرد وسخ بس في خش فيديوهات بيوتيوب تسوي لهم سيرش يشرحون لك الفرق بينهم. اوكي معلومه غير مفيده احمد العوفي ترى حمد ما استفاد ها ترى معلوماتك ترى ما في معلومه غير مفيده. There is no knowledge that is not power يا شغول كان يحطونها لما تشغل مورتال كومبات 3 اول ما تبلش. There is no knowledge that is not power. انت اساس العلم عندك اساس العلم عندك مورتال كومبات 3 صح هذا حاطها بدارك كذي قبل ما تدرس بطل بطل اللعبه. There is no knowledge that is not power اطفي هذا وخلاص على طول 100% بالامتحانات على طول تكتب بي اتش دي امتحاناتي اي بلس. I was inspired by Mortal Kombat. وقمت قدام البوديوم كذي ألقي الرسالة مالتي قمة البشرية. Mortal Kombat 3 تقول شو اسمه الجملة بعدين There's no reason it's not power. Mortal Kombat 3 Mortal Kombat 1994 ما أدري شنو بين قوسين TM TM أيوة وMilliams متكمل. أحمد العوفي يقول السلام عليكم كيفكم يا الجيمرز. هلا والله هلا فيك. أبي رأيكم بسالفة تماياموتو لما تكلم عن الألعاب السينمائية وقال إنها المفروض اللاعب هو يصنع التجربة لنفسه وليس المخرج. أتمنى آرائكم كلكم. أنا موافقة صراحة. أنا موافقة كليا. أنا ما أدري عن أمه صراحة ما أدري متى قال وما أدري ما أدري شو السالفة. تو قال إنه ما يبي الألعاب تصير وايد سينمائية. يقول الألعاب ما راح تأخذ أشياء من السينما من الأفلام. ما راح تستفيد وايد من الأفلام. عكس مثل العكس يعني إن الأفلام قاعد تستفيد من الألعاب. يعني ك صناعه العاب احنا المفروض نعتمد على نفسنا نسوي تجربه عكس ان احنا ندخل اللاعب عشان كذي انا اكره ماينكرافت. مو كل شيء يضبط بالطريقه اللي ممكن هو يتصورها. يعني انا مثلا في اكو شغله انا احبها مثلا بالالعاب السينماتيك لما اللعبه تكون سينماتيك انا استمتع. الملخص اصابعك مو سواسيه مو بكيفه هذا هو ما اظن كان قاعد يعم بس هو فلسفته انه يبي اللاعب هو اللي يعطيه يعني يبي اللاعب هو يحس بالتجربه اللي هو فيها عن في طريق الجيم بلاي. وكل اللي قال ركزوا على الجيم بلاي لا تركزوا على الاخراج بس صار قاعد يقول بس بنفس الوقت في ناس تحب هالاشياء انا كشخص ادور عليها يعني مثلا على الاخراج يعني مثلا ملوتلتل جيمز
بالضبط. تلتل جيمز كلهم قصص، قصص كلها سينمائيه، كلها اخراج، بس ما فيها جيم بلاي. يعني ايش قاعد تسوي؟ بالضبط اختيارات، باختيارات بس هذه نوع اللعبه. بس في ناس هذا نوع اللعبه اوكي، في لها جمهور. ما تكلم على هذول، ما تكلم على هذول، قاعد تكلم على الالعاب، الالعاب اللي فيها جيم بلاي. كول اوف ديوتي مثلا، يلا كله سينماتيك وانفجارات، بس الجيم بلاي ممتاز. الجيم بلاي ممتاز، بس السينماتكس هذه لو ما كانت موجوده كان شو الفايده؟ ليش العب الكامبين؟ اوكي، ما اتوقع ما اتوقع ان هذا كان قصده. شنو قصده؟ احنا عارفين شنو قصده. هو قصده الالعاب يعني اللي فيها. عطنا مثال. انا اعتقد قصده انه يمكن اهتمام يعني بالجرافكس اكثر من الجيم بلاي. يمكن اذا هذا كان الحجه، اذا كانت هذه الحجه مالته، اي انا ني اوافقه. لان في ناس يحبون يركزون بالجرافكس والجيم بلاي يطلع تبل. انا ليش العب اللعبه هذه؟ عشان الجرافكس؟ يعني على حد ما اوكي. لعبه اليوم كاثرين، انا بالنسبه لي الرسم مالها وايد حلو، الاخراج مالها وايد حلو، بس الجيم بلاي ما عجبني. بس الجيم بلاي ما عجبني. لو مركزين على الجيم بلاي كان في شيء شدني باللعبه، كان انا حبيت اللعبه. انا عجبتني الشخصيات، عجبتني الموسيقى، عجبتني القصه، بس الجيم بلاي سحقني باللعبه لدرجه اني بس قاعد اقول بس خلص عشان بس بكمل القصه. صح، انزين. بس اذا كانت هذه وجهه نظره، هو طبعا ما يموت مو قران كل شيء صح خلاص. بس يعني مثل عنده بوينت ان انت تسوي لعبه، اهم شيء يكون عندك الجيم بلاي، ركز على اللعبه. بس انت مثلا ما عجبتك، يمكن غيره او غيرك يستانس على الجيم بلاي هذا. اكيد. ايش رايك بعد اخر انا لا بعد اخر انا عجبتني مالك. انا انسان عجبتني كاثرين وايد. اللي بعدها انا انسان عجبتني كاثرين وايد بالضبط كجيم بلاي بعد. اوكي. بس يعني صعب انك صعب انك تحدد وتقول ان واحد لازم يركز. هو رايه يعني، رايه قاعد يبدي رايه، ما قال. قلت لك انا هو سالنا ايش رايكم برايه. انا وافقه، انا وافقه. ايش رايكم اخر لعبه هو سواها؟ بيكمن 3 صح؟ بيكمن 3 كان فيها سينماتيك، شغلات سينماتيك صدق، يعني كان فيها شخصيات تتحكى وتصير احداث باللعب وكاتسين كان فيه. اذا في راح يكون شيء حده بسيطه، انا ما اذكر حده بسيط. حده بسيط زين. جود اوف وور هو كان بسيط. جود اوف وور كله اخراج، بس هذا كان اخراج وايد. جود اوف وور يعني بس يعتمد على اسلوب اللعبه. نقاش قاعد اقول لك فيه نقاش زاد يا الهي. كلام ما يموت كيف، بس يعني في بعض الالعاب تطبق عليه، في بعض الالعاب ما تطبق. طبعا احس يعتمد على نوع اللعبه. كول اوف ديوتي تكفى، ما تبي تحط له مقاطع. ليش العبها؟ ليش العب كامبين؟ ستار فانتسي. اوكي انزين. اوكي بعدين عنده عتاب علينا. عتاب اوف يعاتبنا. ليش اكيد على بيشو. اكيد اصدق عاد اول واحدة علي انا. اوكي اقراهم يلا. اول شيء اللي هو بيشو، الفيديوهات اللي شغلها نص الحلقه ما صرت احس انه بيشو في الحلقه، وما صار يسال لما تتكلمون عن اللعبه او يستفسر عن شيء. هذا الجواب عندنا بس ما راح نقول. او يجاوب على اسئله بسوي خلاص، بس يشغل مقاطع ويقرا الاسئله. في اشياء انقصها من البودكاست ما تدري انت. انت ما تعرف بيشو. اوكي شنو انت تعرف شنو الجواب؟ زين ترى هم بيشو ما صار انت قاعد تقوله. اوكي كمل. انا بقوله هو سنجل بروسيسر، اذا سوى شغل فيديو بس شغل فيديو، اذا تحكي بس تحكي. يا اخي انسان يركز بشيء واحد شغلتين. ما بيشو يشتغل بضمير بس كل نقاط حياته. صح نعم. صح العمليه مثل دائما يا اما بالمية يتكلم او اما بالمية مثل يشرب ماي او اما بالمية. اما بالمية تشرب ماي. ها يشرب ماي ما تنسى انه يتنفس. صح. فبيشو عنده مالتي تاسك صفر. هذا دليل على الكواليتي. ذكرنا بواحد من الشباب الله يذكره بالخير، انه بنلعب ويا سماش طق ستارت على طول. زين ترى ما حكيناك. ها ستارت. بحليلة. ايه زين. المهم وثاني شيء يعقوب لقبته في البودكاست ون مان ارمي، كل الشغل عليه في الالعاب والردود على الاسئله، لكن حتى في التويتر اكتف. فقدت الشيء ذا من البقيه والاخبار لما يقولها يعقوب ما حد يناقشها معاه، والاسئله في الغالب ما يجاوب الا يعقوب. شوف والله انا اشوف الشباب قاعد يجاوبون وياي، ما ادري لان انت صوتك اعلى فيبين. يمكن عشان انا اقول حق صاحبنا من اللي سأل احمد العوفي ترى شويه وسع عنده بودكاست بروح يعقوب بس خلاص خلينا نطلع. يعني ما تبوني؟ لا لا اطلع انا. انت انا اطلع ترى انتوا خمسه يعني. انا راح اضل وياك وراح وياك القهوه الشعبيه. انا خمسه. انت شنو انت بعد ثاني مهندس؟ اي خمسه غيري انا. خمسه غيري علاوي. علاوي شنو علاوي؟ مو كان مو يانا الحين. مو ياك. لا مو يانا بالجروب بعد. لا مو يانا. المهم ف يعني لا يعني رياضيات فشل اليوم. انا عاد علاوي بيننا. علاويني علاوي بالقلب حبيبي والله. المهم اقول لك صفقه ديه بالقلب يم الحمامه ما تعدون.
زين بس يعني ما ادري انا اشوف شباب في بعد ملاحظه لا هو ناطر ملاحظه لحسين لا ما لاحظ مكتب اني حسين ما يلعب العاب ليش منو قال لي قال لي هشام قال لي ما قالها ترى شفرها حسين ليش ما يلعب العاب ليش تشفر ما شفرت بس انتقلنا بعدين على موضوع الجيك والنرد يقول اهم من حسين اشكاره يعني يقول في الاخير انت بودكاست الجيمنج الافضل المفضل لي وما قلت هذا الحكي الا من حبي لكم والبودكاست حبيب ما قصرت شكرا شكرا ما فاهم ما راح اخلي يعقوب يتكلم خلاص ان شاء الله انا الحلقه الجايه ما راح اكون موجود خلاص الحلقه الجايه نحط لزاق على لا انا بكون نايم مره عندنا الحين شوف المباراه سلون سبع يقول السلام عليكم شباب الجي شلونكم اليوم هلا والله فيك المهم السؤال هو قولوا لنا عن أولادكم بناتكم يعني مثل كم عددهم أعمارهم جيمرز ولا لا وش الألعاب اللي يحبونها هل يعني صار لكم موقف معهم في لعبة وسلامتكم يلا متزوجين متزوجين أنا عندي بنتين الله يحفظهم 6 سنين و4 سنين جيمرز يلعبون ماريو 3 دي وورلد أكثر شيء ماشي يعلشون يوم كانوا صغار يعلشون الديسكات ايه باتمان كان يعلشون باتمان فليفر اوف ذا نايت فليفر اوف ذا نايت I'm the night, stop biting me Rachel stop biting me اكثر شيء اللي كان نينتندو انا ما حاولت اراويهم God of War وكذي بس يعني 3D World هي اللعبة اللي شدتهم وايد وايد واكثر شيء شدهم الموسيقى لا يعني انت مو لعبتهم دان سنترال استانسوا عليه دان سنترال اي بس مو نفس 3 دي وورد 3 دي وورد يعني اللي يرسمونه بعدين ايه. عرفت ويدندرون الموسيقى وايد لعبوا ماري كارت شويه مو وايد لعبوا بيرسونا وات ارينا هذه ارينا اوكي لان فيها دقمه واحده تطقها وتسوي كومبو واذا ضغطت الدقمه يسوي السوبر الاخير بغيب تشوم الوناسه و نايس اوكي فهذا كان شيء صدمني يعني الاول لعبت فايت و استانس ما لعبت انت كنت لا ما لعبت لان كل دقمه تسوي كل شيء لعبهم تكن يمكن نعم لعبهم تكن انا جاي عندي سليمان 4 سنين و وهم الله يحفظ لك ان شاء الله الله يسلمك والصغيره 7 اشهر الله يسلمكم فما لح ما تلعب دي جيمز سليمان دخلت اول شيء على سونيك طبعا نعم هذا راح اسوي هاي البدايه تجنيد سونيك اول شيء 6 شهور ماكو شيء غير سونيك السونيك مشكله يعني صعب انه يعني توصل بعدين بس اول مرحله من كل جزء ممكن بس بعدين لا بس اللعبه اللي دخلتها وايد وايد حيل اكثر شيء ريمان يعني اللي يطلع بالمنيو يعرف يطلع بالمنيو يروح بين اي مرحله والثانيه اذا صعبه يطلع فتقدر تتنقل اي مكان بسهوله فهذه ميزه وايد قويه بريمان ف ونلعب مالتي بلاير وايد بريمان وليجو مارفل ليجو اي وايد حلوه التركيب اللي هال ينصد وايد يحبون ليجو شو اسمه الموبايل الحين يحطونه على كرتون نتورك مال نينجا نينجاي نينجا جو ماشين اي نينجاجو نينجاجو اوه هذا عندهم شيء يضحك ما ادري شلون لا هو حلو قدومي انا ترى شفت الحلقه زين نجربوا فيه ثاني طيور التشينا ما اعرف طيور التشينا ترى ما ادري ايش قاعد تحكون عن انتم لا ليجو عندهم نينجا ليجو نينجا اوكي اتوقع عرفت الحين اي لازم عرفته شو ما اوكي بناتي شافوا حلقه الليمون مالت ادفنتشر تايم الليمون عرفت الليمونه انزين ما صار مضحك اللي صاروا الثانيه اخر شيء احنا قاعد نشوفه احنا كبار قاعد نقول فيلم رعب اي ترى الصغار ماسكين بطنهم قاعد يضحكون ادفنتشر تايم عندهم شيء قوي هذا انت شيء يخرع السبب انت السبب حلو ادفنتشر تايم انا عندي 3 عيال العود حسين يسع عمر نسيتهم عندي لا لا صادق بحاول اتذكر العمر مو مثبت كم عمره بالضبط اتذكر العيال 4 ما ادري شو هذا ذكر للعمر 4 الا انا اعرف 4 الا يعني يوسف عمار. اصغر من بنتي اي زين ويوسف عمار توم ما شاء الله وايد يحبون يلعبون الحصار ويلعبون ويا بعض يعني
يستخدمون الويو وايد يعني. اخر يعني موقف صار معي اني لعبت معاهم وي بارتيو انزين، وانا وحسين بالصداره يعني طايفين يوسف عمار. طبعا يوسف عمار يعني ما يعرفون يلعبون وايد يعني، مع ان عارفين الميني جيمز حفظوهم فيعرفون التحكم الرئيسي، بس مو عارفين شلون يطبقون عدل عشان يعني يفوزون بالميني جيمز. فدائما انا وحسين طايفين يعني، ويوسف عمار اللي ورا. ما تعرف السوالف في بارتي مثل ماري بارتي، تصير لك شغله عاد تلقط اخر شيء او تقدم الامور هذه. اخر شيء انا وحسين قطينا ورا كلش، وعمر راح فاز بالقصه، قام يناقص وحسين قام يتقلب الارض ويصارخ ليش شلون خسر من عمر. طبعا كان اسعد، انا ميت من الضحك، اسعد يوم بتاريخ عمر. اوه من صدق كنت فش موقف وايد ضحكت منه. سؤال باللي هذا ضحك مع الجنس، شكله بيشو مقزرها شي. حسين قاعد يمشي وبيشو قاعد يصوره جيف ماتيريال هذا حق انستغرام بعدين استعمل. بس والله الفيديو اللي سويته حق بالانستغرام شيء قوي. ما ما تحكينا على الفيديو بالاخبار. بالاخبار والله سوى فيديو انستغرام لاقى قبولا جيدا من الجماهير، وحتى لقبه البعض بالمخرج بشي السينمائي. السؤال بعده، السؤال اللي بعده احمد الخميس يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. سؤالي، بما ان اغلب الالعاب اللي كنا ناطرينها سنه 2014 نزلت تقريبا، ايه نزلت الحين، فيا ريت تعطون تقييم لسنه 2014، ثمبس اب ولا ثمبس داون؟ من النص الثاني من السنه ثمبس اب، النص الاول من السنه مذاكره. اي ترى كان بطيء، كل شيء بطيء. خوش سنه في العاب حلوه. السنه انطر سنه جيم اوف ذا يير، بس في 2015 احس وايد قرب الوقت. انا مستمتع ب 2014. اي انا الحين وايد متروس، احس خلاص بالوقت بدي اخلص. بس في كم لعبه نزلت يعني خلاص طيبة خاطري هسه. انا خلصت وايد العاب، انا وايد وايد العاب اكثر من وايد سنين طافت يعني. يعني ثامز اب. زين، عندنا من احلى شيء لما يتحرك الايباد الى يعقوب نعرف منو بيتكلم. عندنا تعليق من علي المطوع، السلام عليكم شباب يعطيكم العافيه. هلا والله، واتمنى اني ما تاخرت. عندي اقتراح حق البعد الاخر. تفضل. البعد الاخر وايد بلاي ستيشن 20th يعني، على 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 طاري المرور 20 سنه، احتفال 20 سنه حق البلاي ستيشن والايفنت مال البلاي ستيشن. وده يعني ان يعلنون انه يكون في مثلا ايميليشن حق البلاي ستيشن 1 والبلاي ستيشن 2 بالبلاي ستيشن 4 والفيتا. البلاي ستيشن فيتا شغال على بلاي ستيشن 2. فيتا اوريدي في بلاي ستيشن 1. اي فهو يبي هم بعد بلاي ستيشن 2. فيقول الظاهر يبينا نتحكى عن نسوي حلقه عن سوني او شيء كذي يمكن. تاريخ سوني يعني ال 20 سنه يمكن يعني؟ يمكن على بن الاحتفال 20 سنه. خلينا نشوف الاكسبيرينس ايش كذا باقي له. اول شهر 12 اول ولا اخر 12؟ اول 12 كنا 2 و3 باقي اسبوعين شيء كذي. اوكي شنو تاريخ 2 و3؟ اتوقع بعد الايفنت مال سوني يكون بعد الايفنت نشوف. خلينا نشوف بعد الايفنت ممكن يكون خوش وقت. يبي له تجهيز. سؤال الاسبوع، شنو هي السيريز او السلاسل الالعاب اللي انت تنطر السانتراك مالها كثر اللعبه؟ فاينل فانتسي صح. لا اي شيء من من نوبو. هو بالنسبه له هو سول كاليبر، العاب يعني سول كاليبر، كاسلفينيا القدم، بليز بلو قلت جير، ومثل الكل فاينل فانتسي. يقول انا ناطر للحين، ناطر اليوم اللي راح تسوون فيه ستريم حق لعبه سينج ستار وهي فري على بلاي ستيشن 4. يقول انا جاست جوكينج ومشكورين. ما قصرتوا صراحه. شوف لو بقول لك سانتراك انا الحين ناطره يمكن بريفري ديفولت سكند. بريفري سكند لا يعني انت شنو السلسله اللي انت تنطر اللعبه والسانتراك مالها بنفس الوقت نفس الحماس يعني؟ انا فاهم نفسي. اوكي لازم صعب انك تقول نفس الحماس، لان اذا انت بتنطر معناته انا ما جربت اللعبه ما تدري شنو يعني. عاده صوت يعني سلسله كبط سلسله مثلا. هو قال قلت جير، انا بنفس الحاله، انا طلبت الليمتد اديشن علشان السانتراك ابي بيدي مثلا. لا كاسلفينيا وسوبر فاينل فانتسي وايد تخطر ببالي لما السؤال هذا. وايد يخطر ببالي ما ادري انا. فاينل فانتسي وكاسلفينيا سلسله لا، انا عاده العاب محدده يعني. مثلا انا عندي سانتراك دارك سولز احلى من سانتراك دارك سولز 2. حلو سانتراك دارك سولز اي بس لا بس في اكثر عدول تنظر. احنا ما هو سؤاله مو حلو ولا مو حلو يعني. انت تنطر السانتراك كثر سانتراك ريمان
ريمان حلو. لا يعني هل هو قصده بالسؤال الله في جزء ريمان جديد ودي اسمع شنو يعني الساوند تراك؟ في ساوند تراك تنطرح زين. شنو الساوند تراك اللي تنطرح؟ مثلا مايت ماجيك وعمياني. صدق لحظه مايت ماجيك عمياني مايت ماجيك انت تنطر الساوند تراك اكثر من اللعبه. اوكي اهم اللعبه اذا كانت هيروز تنطرح. انت قاعد تحكي عن هيروز صح؟ لا كل العاب مايت ماجيك. لا انا هيروز صراحه كلهم انا هيروز. و كان في لعبه ثانيه والله ببالي اي او سونيك ساوند تراك ام سونيك نفس الحاله. اي ما ادري انا صعب كل جزء لازم اسمع لازم اشياء منقوى. انا ما اقول الماس انا اذا قلت شيء الغالبيه لا لازم انا نقي نقوى ما اعرف منو بعد ماريو. لا ما اخر ساوند تراكات كانت قويه. ماريو يستعملون اوركسترا. اخر ساوند تراكات كانت اوركسترا يكون بس على مجهود توه لا من شو اسمها من جالكسي. اي بس جالكسي وان تو شغله غير و 3 دي وورد تزكفى. اي 3 دي وورد كان اوركسترا. اي ما ادري ثلاث اجزاء يعني كم سنه ما كان اوركسترا. كان اوركسترا اي شيء اوركسترا ثلاثه بس يعزفون بس ماري كارت. لا بس والعاب يوكو بعد شيمومورا في عام يعني والله يعني اذا شفت لعبه كومبوزر شيمومورا بس اسمع ساوند تراك مو شرط هذا بس تفرنش يمكن يوزو كوشي. يوزو كوشي اول احس احسن نيكرو دانسر حمد ترى ما عنده الا بس اللي صدق عجبني عنده هذا بس اول برنكو نيكرو دانسر حمد زين والله قوي نيكرو دانسر حد قوي اي لا كومبوزر وايد قوي بس مو سيريس. لا مو سيريس مو هذا هو. المهم اللي بعده زين اللي بعده تبي تكمل ولا انا زين عندنا سؤال من علي المسوي. سمحت انت تكلمت وايد. اي صح 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 انت وان مان شو يعني انا وان مان شو. اي بس خلاص تاخذ البودكاست مني انا اسف انا اسف شوي. تفضل شكرا ارتاح تفضل بليز. عندنا علي المسوي يقول كوي شباب يعطيكم العافيه ليش هالايام ما نشوف العاب تاكتكس هل السبب قله بيعها؟ بالنسبه لي اخر لعبه تاكتكس نزلت كانت بروجكت اكس زون. هاي الالعاب قبل كانت كثيره على الدي اس خاصه من اطلس. شو تنصحوني بالعاب تاكتكس؟ سكاي 5 راح تكون بالدرب. فالكيرا كرونيكلز توها نزلت على ستيم ب $20. مو تاكتكس تاكتكس زين بس مو كرافت تاكتكس. انا العب تاكتكس مو تاكتكس. تاكتكس يا حبيبي مو مربعات مو مربعات تقليديه بس حلوه وايد. $20 بستيم يمكن تحصلها بعد ارخص بالديلز. راح تنزل لعبه على الدي اس 3 دي اس اللي هي كود نيم ستيم. كود نيم ستيم تاكتكس راح تكون حتى هذه مو مربعات يعني حقه يعني فيها شبه مربعات. يبي شيء مربعات انا اعطي شيء مربعات. عندك هذه شو اسمها مالت الالينز اكس كوم قاعد يسال ولا قاعد يسال عنها الأمر. هو قال يبي هو قال ليش ماكو هالايام وايد نفس اول السوق مو واذا تنصحوني بشنو؟ اكس كوم اكو اللعبه الاساسيه والاكسبانشن مالها وايد حلوه. انا اتوقع مبيعات صراحه مبيعات او الجانرا مو ما يبيع كثر بس حتى سوبر روبوت تقريبا وقفوا. لا بس انا اقولها مره ثانيه هيروز وايد من اقوى العاب التكتكس. هيروز مو مربعات مربعات تعتبر ترى تاكتكس. لا لا مربعات مربعات هيروز مربعات. اشكرا مربعات بس من نظامها مو ياباني. عندك على عندك على البلاي ستيشن هذا شيء جديد انت بتشوفه. البي اس بي في اكو جام ذا ارك لا اوكي حلوه ما جربها. انا لعبتها ما عجبتني وايد من ليفل 5. شنو اللي كنت تلعبها انت على البي اس بي؟ تاكتكس اوجر وايد حلو. تاكتكس اوجر اذا ما لعبتها وايد حلوه. العب ديسكاي العب ديسكاي صح. اي شوف الشركه اللي مسويه ديسكاي عندها غير ديسكاي مسويه ثلاث اربع غيرهم تاكتكس. كان عندهم لعبه سوبر هيرو نزلوا تو اربع في واحدة اسمها ناتشرال دارك ناتشرال دوكترن بس مو شكلها مو ذاك الزود يعني او يقولون صعبه. اي صعبه وايد بس اي ما ادري هل اللعبه حلوه ولا لا ما ادري. والله كنا سوبر روبوت الاخيره كانت زينه كنا راح تكون ببلاش بشكل واحد بعد. او شيء كذي. عندنا طلال السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالي يفشل اليوم في تدوير الربع. في شنو تدوير الربع؟ يدور الربع. ربعي تفكيرهم ان الجيمينج بس حق ياهال وغير فيفا كلش ما يفكرون يلعبون. طبعا هذا رأي شخصي وانا ما يهمني وما اخش اني العب بس ما اسولف عن اللعب. واللي يقول شيء عن اللعب او يتكلم مني منك اقول له انت وناستك تشوف ريايل شكبرهم يركضون ورا كرة وانا وناستي كذي مو بس الالعاب حتى الافلام والمسلسلات. انا بصوب وهم بصوب طبعا بالكويت الاغلبية كذي. المهم احنا متفقين بس الحلو ان الواحد يكون ربعه يشاركون هوايته خصوصا الحين مع الالعاب الاونلاين. انا عمري 28
اشوف صعب اني اكون صداقات جديده خو غير الدوام للاسف ما حد الدوام يلعب ماكو مكان واحد يتعرف على ناس نفس ايام المدرسه. فسؤالي اهد ربعي لا اقول لا تغشمر. سؤالي شنو تتوقعون بالموقف هذا؟ اوزع الاي دي حق الاكس بوكس والبي اس ان بكذا موقع وان شاء الله تضرب معاي. انا اشوف شوفي بقى شو يسمونه انت اي لعبه تلعبها اذا فيها اونلاين راح تتعرف على شباب زين راح تتعرف. يعني انا في يمكن 4-5 شباب تعرفت عليهم دوتا بس لان لقوا ان والله كويتيين قاعد يلعبون دوتا بس طقينا ضيفهم بالفرند ليست سولف وياهم سولفت وياهم طحنا سوالف لعبنا اكثر من جيم جيمين ويعني وتعرفوا مني من خلالي تعرفوا على الشباب الباجين. ف تحرك عادي يعني ما فيها شيء الناس ما راح تزعل صارت الكشت ما الكشت عادي روح الايفنتات في تصير بطولات بالضبط هدك من الايفنتات في الـ اذا تحب دش الجوجل بلس واحنا حاطين الدوكيمنت اللي فيه شو اسمه الاي ديز مرات المجتمع مالنا هذا اكيد بيشاركونك الهوايات لانهم مجتمعنا بالضبط ضيفهم سولف وياهم يعني عندك على الاقل احنا سته احنا سته طبعا عليه بالقلب طبعا عليه بالقلب عليه حاليا متربع هني يم الحمامه قاعد يسمع البودكاست يم الحمامه هني طبعا ف على العكس يعني على اللسته اي اوكي فعلى العكس يعني لا ضيق خلقك بالعكس وايد ناس وايد بالكوت يلعبون جيمز بس ترى في بعضهم خشاشي واي واحد انا بعرف هو اساسا ما في عيب يعني لا 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 صير 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 ام ال جي طال عمرك شفت شلون ميجر ليج جيمنج شفت شلون الحين ربعك مو يقولون حق ياهال لعب خلاص وقت ما تلعب انت تلعب قدامهم وقت ما يبون يلعبون فيفا شيل يدات كلهم هذا حق ياهال يلا بالفوق تدري شنو اللي يفرق لما يعني مثلا لما توري الناس يعني توري الناس البطوله ما دوت اللي طافت كم مليون كان اهم ما يقدر لا توريهم السكيل مالها يعني ان هم على بالهم ان احنا شويه تذكر يوم طلعنا بالتلفزيون ايه؟ قلت لهم المثال انصدم المذيع اوه صدق طبعا هذيك حزه كانت مليون ايه الحين حسنا طق الشم 12 14 شيء كذي وايد 14 يعني لو سمعوا مليون 14 مليون شلون جوائز 14 مليون كل هذه فلوس على لعبه اي كل هذه فلوس على لعبه فوق ال 10 اكيد المهم ان الجائزه الاولى 5 مليون ايزي ايه وهم خمس لاعبين يعني مليون كل واحد حلوين راح شرها لغريه بالصين حلوين ايه او انك صج نشر صاروا وايد اغنيه انزين او راح فيهم قدم راح فيهم تقاعد وتزوج انستنت دوتة تقرب الأحزاب علاقات تسهل الحياة إنزين أو كلش كلهم يبقى حق ياهال أنا لعبتي حق ياهال تعلم لعبتي وفيك خير فوز أنت أخذها من ناحية التحدي قل له مو مالت ياهال بس ربع ما يبغوا يلعبون لا قل له أنت مو مالت ياهال جرب خلاص أنا ياهل أنت تحرف أحسن مني تعال شوف مو كل الناس نجريه نفسك يعني عدل مو كل الناس هذا المشكله تناجر لا بس لازم مو كل الناس مهارات الحياه كل شيء غير مثلا اذا مثلا يحاول مع ربع الحين بيجد بالماسي بيجي بيحاول يقنعه اذا بيحاول لازم ينقي شيء يجذب انتباه اللي مو مهتمين وايد يعني انشارت زين وبنفس الوقت يكون في نوع من السكيل عشان اول ما يدش معهم يشوفون اوكي هذا قاعد يهزئنا بالشيء اللي اهتمينا فيه شويه يبقى نحاول نقاي شويه خليك ماشي شوي راح يدشون يعني سوالف ديمقراطيه هدك منها خليك ديكتاتوري شيل منهم اليدات وقت ما يبون يلعبون قول لهم هذا حق ياهال شوف واذا كانوا يبون يلعبون خلهم ما راح يشوف له ربع راح تضربك بالاخير طبعا راح كل ربع الاكزيستنج راح يهدونه عدول بيضيعك والله بيضيعك ليش انا كذي سويت ويا الشباب شو اسمه في ديوانيه ثانيه
طبعا انا ما كنت ما كنت لحظه شنو ثاني قاعد ادش عليهم كلكم يا هال لحد يلعب عرفت لما بروسلي يدش على دوجو ويسدحهم كلهم عشان انتم كلكم بستايلكم كلكم خرده البادي مال امل جي جي يسدحهم كلهم واحد واحد ليش انت كيوب لا ليش انا شو اسمه ما كنت العب كره قدم ما العبها كاجوال بيزنس لقيتهم قاعد يلعبون اذا تلعبون شيء ثاني ما نبي نلعب اوكي هذا اللعب حق ياهال اوكي كان اخذها خذيت منهم الديسك اسبوع قلت خلينا نتعلم عليها رديت لهم الاسبوع اللي ورا زين تعلمت على اساس اني اكسر راسهم على اساس اقول انا اعلمكم لعب ياهال شلون يصير بس فزت اي اي اكيد شو ما يفوز لا شلون هذا مو مهم والله ربع وياك شلون اخذك اياهم الحين لا زين زين ماكل العافيه العبوا جيمز لا هو شوف طبعا انت ما تسويها على واحد تعرفه اسبوع لا تسويها تعرفه دهر اسبوعين لا تعرفه دهر انا الشباب اعرفهم سنين على اساس كذي كان يتقبلون العبوا جيمز عقبها ولا لا جربوا يلعبون وياي اشياء ثانيه لين بعدين خلاص ردوا اكر برضه قالوا ماكو فايده ردوا كره رد الكرة يعني طريقتك يوزلس لا بس إن ما قام يقولون حق ياهال ما ياهال بس خلاص اوكي انت هو عطاهم ميوت عرفت صاروا ميوت كذي بالقوة بالقوة اوفر باورنج عرفت ما فيها اصلا تكنيك اوفر باورنج ايوه ميوت بالقوة ترى والله اتوقع سماش مشروع طيب حق اذا انت بتدخل جروب لا 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 العكس 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 سماش يقول لك شنو بيكاتشو وماريو وخر عن نينتندو لا لا هي في اللعبة جماعية لا 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 يعني نينتندو راح إلا ماري كارت نينتندو سوالف هم ماري كارت ما أدري إيش ماري كارت أحس إن يتقبلونها وايد أكثر لأن سيائر لأن سيائر شد شير رسم أحلى من الآيباد بط فيك يعقوب هذا اللي رسم أحلى من خلا هذا أنا ما قمت أخذ من تشبيه ما تشبيه سوالف هذه زين عشمال المهم المهم خلصنا سلسله صح طقر فريش شوف نعم. يمكن خلاص سوت هيك خاصي خاصي اللي ما لحق عد كيفه الحين في اختيار موسيقى حق منه مسابقه بعد احنا ننقي احنا ننقي ما يصيرونها بالبعد الاخر نحط اختيار زين احنا ننقي فهمت منو بنقي المعلومات الحين ايش كثر صار لي انا قول المعلومات انت خلاص منقين يعني اوكي انا ايش كثر صار لي مو منقي انت لا تنقيت قبل لحظه متى ما ادري ايه بالضبط نقيت بس نقيت ها انت نقيت ما خمر نقيت نكرو دانسر لا ما حطيتها حياكم موقعكم www هذا نقز وخذ شو اسمه خلاص نقها يلا حياكم الله الموقع www انت مو انا لا تتكلم ايه تتكلم انا وايدي ورا ارتاح ريلاكس حياكم الله موقعكم luckygg.com تابعونا على الشبكات الاجتماعية بتويتر @luckygamers بالانستغرام اذا بتشوفون فيديو يعقوب @luckygamers فيديو بيشو سوري بعد قول انا اسكت بعد قول انا تكلم وايد تكلم وايد اكونتاتنا الشخصيه @7md @yakub_h @bashabishu @justice_tg @budalam موجودين قلناكم على اليوتيوب @luckygamers youtube.com/luckygamers نحط فيديوهات التسخين نحط فيديوهات بيشو اللي ما ادري تطلع جود سيميليتر اما مو في سوالف سووا لنا سبسكرايب واذا عجبكم قولوا حق ربعكم هاي الحلقه بيشو راح يختار لكم موسيقى تحدي احنا ما ندري شنو بس تحدي ما راح نقول لكم شنو طبعا تحدي اللي يقدر يصيدها ويكتب اسم الموسيقى سواء كان بالبوست مع الحلقه او بالجوجل بلس اول واحد راح يختار الموسيقى الجايه فاستمتعوا بالموسيقى وان شاء الله تعرفونها اللي يعرفها اوكي تحدي بيشو لازم يكون صعبه اوكي يلا نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي بحلقه البعد الاخر مع السلامه بس لحظه اخر شيء اخر سريع نبارك منتخب الاخوان السعوديين المنتخب انه وصل النهائي تبارك لهم على المطر بعد والمطر بعد ان شاء الله خير 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 ان شاء الله يكون خير والله قوي وايد انا اتمنى ان الكل يدير بال على نفسه يعني او شوف لا الحين اخر كم ثانيه وثلاثة اثنين يعني كان حماس حد على حد انا اقول 3 2 ايش علاقته بالمطر بس اوكي المطر طاقم 3 2 المهم اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي حياكم الله ويانا مع السلامه